دلوقتي جمعاتكم مع في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام في كل مكان، وكل الناس اللي بتشوف نجوم اف ام تي في في كل مكان، وكل حبايبنا اللي في المترو. برحب بيكم زي كل يوم اتنين من 8 ل 10 بالليل، بكون معاكم كريم خطاب. والنهارده حلقه لطيفه هنتكلم فيها مع واحد من نجوم مصر، تالق مع نادي وبعدين انتقل للاهلي وبعدين قدم مستويات جيده جدا واصبح واحد من النجوم اللي دايما جمهور الاهلي فاكرهم بكل خير. ومش بس هو، امتداده كمان في الملاعب هنتعرف على حاجات كتيره جدا مع نجمنا الكبير كابتن ياسر ريان. منورنا النهارده في الاستاد، برحب بيك كابتن ياسر. اهلا بك يا كريم، اخبارك ايه؟ كله حلو حبيبي، منورنا كابتن ياسر وسعداء بلقائك. كابتن ياسر الاول طمنا كده، كابتن ياسر ريان فين اليومين دول، بتعمل ايه؟ لا انا بدايه الموسم السنه دي انا كنت انا في الهيكله بتاع قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وجيت اعتذرت بعد مش من فتره، كان يعني هم اتاخروا عليا في حته الهيكله. كان جاي لي فرقه في الممتاز بي، قلت برضه اخد تجربه كده، خاصه انا كنت جربت قبل كده الممتاز بي، شغلت مع فرقه جاسكو وكنت عامل نتائج كويسه قوي من فتره، من حوالي 10 12 سنه. واشتغلت بعد كده في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وبعد كده سافرت ليبيا قعدت هناك حوالي شهرين ثلاثه، كان مع كابتن نادر السيد ومجموعه من زمايلنا المدربين. ورجعت تاني برضو على قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وجيت السنه دي بقى قلت اخد تجربه الدرجه الممتاز ب، اتعرض على فرقه سيري سالم في بحري. طبعا فرقه مغموره، وانا نفسي ما كنتش اعرف بلد اسمها سيري سالم، فروحت اشتغلت هناك. وبرضو يعني انا ما نجحتش، يعني انا ما نجحتش، ممكن يكون بامانه برضو ما ارتحتش للمكان نفسه. المكان بالنسبه لي ما فيش مناخ، كان عايز ينجح، ظروف ما ساعدتنيش، وانا ما ساعدتش نفسي بامانه برضو، ما اجتهدتش برضو، ممكن يكون العوامل النفسيه كانت مؤثره عليا بصراحه. اشتغلت معاهم بنسبه، يعني انا عشان بكلمك برضو لازم ابقى واضح مع نفسي ومع الناس برضو، اللي انا اشتغلت معاهم في حدود مثلا 30-40% من الشغل اللي انا بحبه اصلا. انا بحب المجال جدا، التدريب فعصبيته ونرفزته وكله، بس برضو مجال حلو بتطلع طاقتك فيه، هو صعب بس ادمان يعني. بالظبط ادمان. فالمهم اشتغلت معهم فتره فما وفقتش، فجيت في الاخر اعتذرت لما لقيت النتائج ايه، مش يعني مش هنجح. واللي هيجي بعد انا متاكد انه مش هنجح. ليه؟ اختار اللعيبه بالنسبه لنا ما كانش كويس. التدخلات بتاعت الاداره برضو الناس مش فاهمه، انا يعني متعود على النادي الاهلي ومتعود على سياسه النادي الاهلي، فدي كانت مخلاني برضو تعبان نفس، ودي من الحاجات النفسيه، الناس عايزه تاخد فلوس من المحافظ وخلاص على اسم ياسر ريان. بس ما بيشتغلوش لمصلحة التيم، الله أعلم بقى يشتغلوها لمصلحة نفسهم أو لحاجة تانية أنا ما مش هقدر أخوض فيها. فما وفتش فاعتذرت، فجالي النادي الأهلي الفترة اللي فاتت، بس مش المكان اللي يليق باسم ياسر ريان يعني أو يتناسب معايا. فاعتذرت لكابتن فتحي مبروك على سبب بداية الموسم الجاي، إن شاء الله أكون لو لا نصيب أكون موجود، يبقى خير إن شاء الله. لكن التدريب بالنسبة لك هو المجال اللي اخترته؟ خلاص اخترته من زمان، أنا اخترته من زمان، يعني قصدي مفيش تغيير فيه، مفيش فكرة المنصب الإداري بتاع أي حاجة. بس ما تضحكش على نفسك، المنصب الإداري هو مدير الفني، هو رقم واحد في المنظومة الفنية والإدارية. يعني انت ما ينفعش انت كمدير كرة تعمل خصومات على اللعيبة وانا كمدير فني اقول لك موافق، ما ينفعش. ممكن انت تخصم من لعيب التوقيت ده، ما ينفعش، ده ضررين انا كمدير فني طبعا. ففي الاول وفي الاخر انا اللي ببلغ، انا اللي ليا القرار الاول والاخير. اي واحد مدير فني هو معروفة طبعا، واكيد الناس اللي موجودة في المجال ده هو في طبعا في تنسيق بين الاثنين، وكل واحد بيقول اختصاصاته. بس برضه بترجع لأو اي حاجة هترجع للمدير الفني. حلو قوي، تعالى نرجع بقى لورا كده. ابتديت مع المنصوره، والمنصوره فريق عظيم وطلع نجوم كبيره جدا لمنتخب مصر وللاهلي والزمالك ولكل الانديه الكبيره، لكن ابتديت معاهم واشتغلت 4 سنين مع الفريق الاول، وان وقتها ابتدى يبقى فيه يعني اضواء عليك، ابتدت الانظار تاخد بالها بانه في لعيب مهم طالع في المنصوره اسمه ياسر ريان. كلمني الاول عن مين اول مدير فني طلعك للفريق الاول، وبعدين مرحلة بقى تألقك مع المنصورة، ابتدت العروض تجيلك من الفرق الكبيرة. بص، هي الوقت الموضوع مختلف. يعني انا هجيبك من الوقت، الموضوع مختلف في مصر الوقت، انت شايف الاهل الوقت والزمالك، انا اول يعني انت عشان تجيب ياسر ريان المنصورة كان اللاعب الوحيد اللي في الدوري ده كله تجيبه من نادي، عشان هو ستار في نادي ولاعيب مماس في نادي ولاعيب تجيبه. لكن انت دلوقتي بتشوف المنظومه الاقي 7-8 لعيبة بتنقلوا من نادي لنادي، في حاجه مش منطقيه، يعني مش طبيعيه. الطبيعي اللي انا كاهلي او زمالك انا بجيب اللاعب السوبر، مش اي لاعب يجي يقول لي انا عايز النادي الاهلي اقول له تعال اتفضل العب في النادي الاهلي،
لا يعني مش اي لعيب يقدر يلعب في الاهلي، مش اي لعيب يقدر يلعب في الاهلي. طب ازاي تقدر تعرف يا كابتن ياسر؟ مواصفات، هي مواصفات شخص، سمات شخصيه، هي بتيجي من الولد نفسه. بس مش انا يعني، انا بعض اللعيبه او بعض الوكلاء بتعرف تشتغلها، اللي فلان عايز يجي وبيحب النادي الاهلي وجاي له الاهلي والزمالك، وهو وفي ناس بتعرف تسوق لعيبتها للانديه الاخرى. طبعا طبعا، ان يعني الاهلي عايزه فالزمالك يخش، او الزمالك عايزه يروح، والنادي اللي بيبيع اللاعب ده هو عايز يبيعه. يعني قصه. طب لا، السؤال هنا برضو، انا دلوقتي كابتن ياسر ريان مدير فني النادي الاهلي، وعايز وفي لعيب عاجبه تحت في الدرجه الثانيه، يقدر يعرف منين انه اللعيب ده ينفع يلعب هنا، ينفع يبقى شبه الاهلي؟ ما انا قلت لك الوكلاء لها دور في الموضوع. لا سيبك من الوكلاء بقى، انا ياسر ريان وعارف اللعيب ده عاجبني في الملعب. لا انا بتابعه، في لجنه فنيه بتتابعه، وفي واحد انا بثق فيه من الجهاز اللي معايا بخليه يتابعه ويتفرج عليه مره واثنين وثلاثه و20 كمان. طب وشخصيته هعرفها ازاي في الملعب بس؟ لا احسن، انت مش كل لعيب انت هتجيب شخصيته. ما انت اللعيب اللي انت بتجيبه ده انت في الاخر انت ممكن توفق معاه ممكن ما توفقش معاه. بس انا شايف حد في لعيب في الملعب كويس، ممكن يكون مع الضغوط ما بيقدرش، ما بيستحملش مش هقدر انا اختبره يعني مع المنافسات، ما بيقدرش يبقى الاول او المركز الاول فيه. ففي ضغوط بتبقى صعب. لكن نرجع للسؤال بتاعك، يعني اول مدير فني هو صعدنا في 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 الدرجه الاولى، يعني الكابتن كان كابتن وجدي غز طبعا الله يرحمه، من الناس اللي كان لها دور معايا والناس اللي كان بتصف فيها الحمد لله. كمان الكابتن حمامه ده رقم واحد. حمامه ده مدرب مدير فني في المنصوره. ده اللي كان عنده عارف اللي ياسر ده في يوم من الايام هو شايف كده ياسر هيبقى وقت من الاوقات ليه وجهه نظر ثانيه. حلو، فالحمد لله دولت الناس اللي بدات اللي بقى لها بصمه عليا. يجي بعد كده النقله الكبيره هو الكابتن الله يرحمه برضو الكابتن عصام بهيج. كان ليه نقله لما جه نادي المنصوره، كان مقتنع بامكانياتي الحمد لله برضو، وعارف ان انا برضو لعيب ممكن ابقى في اهلي او في زمالك. كابتن عصام بهيج طبعا 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 اتكلم معاك على الزمالك. لا ما اتكلمش، لا عمره والله اتكلم معايا في الزمالك في الوقت ده كابتن محمود عشان كان هو المدرب المنتخب الاولمبي ايامنا. حلو، فهو اتكلم كابتن عصام عمره ما كان بيدي، هو كان بيحبني وعارف، وهو شايفني انا عصام بهيج الصغير. ماشي. انا ما شفتش الشباب بيلعب زمان. ماشي. بس هو استايله يقول لي انت قريب مني. حلو. هو كان بيلعب تقريبا ناحيه اليمين او الشمال وبرده سريع وبقى، فده كان جدا بيثق فيا. حلو. وكنت انا صغير، انا اللاعب الناشئ الوحيد اللي في سفريه معسكر اول مره نادي المنصوره يعسكر بره مصر كانت رومانيا. كابتن عصام بهيجي اللي خد، انا الناشئ الوحيد اللي سافر من غير ما يشوفني. ماشي. مع فتره التدريب، فالحمد لله دي كانت فتره في المنصوره وبدات ايه قعدت 4 سنين وبقيت تتباين. يعني اعتقد انا لعبت من سنتين ثلاثه ما كملتش، انا موسم مره الرابع ده كنت اتنقلت في الاهلي. ما طولتش انا في النادي المنصوره كتير. حلو. لعبت موسم واحد ممتاز الف ممتاز ب. ماشي. وبعد كده صعدنا ممتاز ب، قعدنا موسم لما الدوري اتلغى عشان كاس عالم 90 الكابتن جوهر عملوا كاس الاتحاد. أيوة. لعبنا. ماشي. وبعد كده الموسم اللي لعبنا دوري والمنصوره نزلت فيه ما كملناش، ورحت بقى الاهلي في السنه دي. انا جبت جون في الاهلي كمان، رحت الاهلي 92. طيب تعالى بقى في المرحله بتاعت قبل الاهلي على طول، جالك اهلي وجالك زمالك. تمام. الزمالك عن طريق كابتن محمود سعد، لا عن طريق كابتن فاروق جعفر برضو. كابتن محمود سعد هو قال وجهه نظره، لعيب كويس يا جماعه في المنصوره اسمه ياسر ريان. طبعا. بس كابتن فاروق جعفر هو اللي تولى المفاوضات المنافسه. حته بقى اللي ياسر يجي الاهلي ويجي الزمالك كان بدايتها كابتن فاروق جعفر. حلو. اتكلم معاك وقلت له، اتكلم معاه ورحت قابلته وخلاص وخلصنا كل حاجه. انا اهلاوي. بس انا مش هروح للاهلي اقول له انا عايز العب في الاهلي. فطبيعي كابتن فاروق جعفر لو جالك الزمالك وانت في المنصوره اكيد هتروح، وكنت هبقى برضه حريص ان انا انجح في الزمالك. مش عايزك ليه؟ لا انا عايز انجح. وهيجي من الوقت لما الموسم بتاعه تخلص ويجي العرض زي ما الوقت انت شايف الامور بقت متوارد عادي. فانت رفضت الزمالك قبل مش الاهلي؟ رفضت. ولا انا خلاص انا سافرت بعدها برشلونه. وبعد ما رجعنا قبل ما نسافر برشلونه الاولمبياد جالي رساله برضو من الكابتن صالح سليم الله يرحمه عايزني. حلو. كان من مهندس عدلي القيعي. ماشي. وانت كنت اوريدي متفق او مش متفق بس قعدت مع وصل النادي الاهلي لياسر ران، راح قعد في 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 مكان من الاماكن. ماشي. وقعد مع كابتن فاروق جعفر وخلص معايا كل حاجه. حلو. حتى الماليات بتاعتي انا هاخد، اتفقتوا على كل حاجه، 350 الف جنيه انا مش ناسيهم. ماشي. من نادي الزمالك ليا انا شخصيا، ومالكش انت دعوه بنادي المنصور. حلو. رقم بخيالي طبعا في اوائل يعني السنه، ده رقم كبير جدا. طبعا طبعا. وهمضي معاهم الخمس سنين بس ب 350 الف. حلو. لما جه الكابتن صالح سليم سمع الخبر وعرفه، وهو ما شافنيش اصلا، هو سمع. ماشي. وعرف اللي ياسر ده جاب الجون، هو اللي جاب الاهلي كسب المنصوره 1-0، هو اللي جاب الجون. كانت لعنة حتى الاهلي، كانت المنصوره كسب الاهلي، كان المنصوره كسب الاهلي 1-0. ماشي. وده اي فرقه الاهلي بتكسب الاهلي بيكسبها بيحصل لها لعنه، يعرف اللي هي ايه نزلت الدرجه الثانيه. والله بجد سبحان الله. ماشي.
كابتن صالح سليم وصل لك رساله انه عايزك في الاهلي. ورحت المهندس عادل القيعي بيت عنده في البيت، وتاني يوم خدني عدينا الجزيره، هو قاعد في العجوزه وكابتن صالح قاعد في الزمالك قصاده على طول. ماشي. طلعنا كوبري اكتوبر ونزلناه ماشي كده، اتمشيناه وطلعت للكابتن صالح الله يرحمه. ماشي. وانا مش عايز احكي لك، ده قصه طويله قوي. قال لك ايه؟ فاكر المواضيع دي؟ طبعا ده القصه اصلا طويله، انا ما احكيلكش بقى، ابقى احكي لك قبلها موقف برضو. لا لا يا رابط، الموقف اللي هيبقى اللي هحكيه لك ده بعد ما قابلت كابتن صالح. ماشي. فروحت الكابتن صالح، انا كنت متخيل لك كابتن صالح راجل صغير في السن كده، ما انا متفرج على اللي هو في الشماس ده واحد صغير وكان برول حاجه قصه كده. فانا متخيل ان انا الاقي لقيت لك الراجل ده اللي شعره ابيض، هو طالع من صالح سليم طبعا. انت بتكلم انت اللي بيه يعني اكسلانس. لا لا بيه بي مين انت بتكلم، ولا تقول لي باشا حاجه كده، الاحترام والادب والحاجه تفرح بصراحه يعني. طبعا. فقعدت معاه فقال لي تشرب ايه؟ قلت له كابتن اي ما فيش مشكله، احنا انا مش انا بتأتأ في الكلام. قال لي تشرب ايه؟ المهم طلع لي جاب لي كنز كده وفتحها المهندس عادل القيعي معاه الاستماره جاهز. ماشي. يعني ماشي. قال لي بص يا ياسر، انا اسمع عنك ان انت لعيب كوره كويس، انا ابني ما اتفرجش عليك، بس طالما الناس كلها اتفقت ان انت لعيب كوره كويس يبقى انت لعيب كوره كويس. ماشي. مش انا بره الناس دي كلها. قال لي قلت له يا كابتن حصل كذا كذا كذا، وقعدت مع كابتن فاروق. قال لي انت مضيت؟ قلت له ما مضيتش. قال لي طب انا عايز منك حاجتين، انت حابب تلعب عندنا؟ قلت له حابب طبعا، اهلاوي وبيتي وابويا الله يرحمه واخواتي والمنصوره والدقاله كلها اهلاويه. ماشي. قال لي طيب تمضي معانا وتطلع تصريح في الاخبار في الجرايد اللي انت مش لاعب غير الاهلي. حلو. عشان المبدا يتقفل، عشان احنا مش هنقدر منافستنا في الزمالك في الماليات هم اعلى مننا. ماشي. هو صريح. ماشي. المهم جيت تاني يوم وقمت مقابل الاستاذ ايمن بدره، كان ايمن بدره والاعلاميين كلهم عايزين يعرفوا يا سر بين الجنه والنار، يا سر مش عارف الاهلي ولا الزمالك الاضواء والمظالم وقصص. وانا قاعد انا صغير والاعلام بيتكلم كتير، فانا بالنسبه لي الموضوع غريب طبعا، وكل ما افتح جرنان يا سر راح مش عارف ايه يا سر ايه. فقابلت الاستاذ ايمن بدر، احنا مسافرين برشلونه، كنا عندنا معسكر في ايطاليا ومن ايطاليا رايحين اسبانيا. ماشي. قلت له يا استاذ ايمن نكتب بعد اذنك، انا خلاص انا وقعت للاهلي. ماشي. وانا كده لسه الاستغناء ما جتش من منصوره. حي. منصوره مصمم ان انا اروح للزمالك. ليه؟ مصلحته ماديا اعلى مع الزمالك. حلو. فروحت برشلونه انا مضيت خلاص، كابتن صالح والعدل ذكاء برضه. طب. قال لي خلاص هو كده كده مضى معانا، ما ينفعش يمضي في اي مكان، لا يفضل في المنصوره لا يجي عندنا. ماشي. وبدات المفاوضات ما بين المجلس اداره النادي المنصوره، وانا من برشلونه اكلم عادل القيعي عملته ايه بقيت انا ادوش كل واصحي الفجر واصحي الصبح وبالليل ومش عارف، ويسافروا الجامعه ويرجعوا الجامعه يقابلوا المهندس الله اللواء ابراهيم مجاهد والله يرحمه كابتن حسن مجاهد. ما خلصش الموضوع، رجعت ما جيت هنا بقى، قمت رايح نادي المنصوره قلت لهم انا بطلت كوره يا اهلي يا ما فيش، لا اهلي انا خلاص. قالوا ان الزمالك، ويكون قلت لهم انا مش لاعب غير الاهلي. ماشي. فالمهم جه بقى الموقف بقى الطريف اللي حصل لي خلاص، الكابتن حسن مجاهد قال لي بص يا ياسر، النادي الاهلي عرض 150,000 جنيه، ال 120,000 جنيه. ماشي. وانت ليك 30,000 جنيه عنده، هناخد منك كام؟ 30، يبقى 150 والموضوع اتقفل. قلت له انا موافق. يعني كمان دفعت من جيبك تقريبا؟ هو لا هو 30,000 اللي هم كان نادي المنصور النادي الاهلي اعطوهم لي اديتهم له. ماشي. النادي الزمالك اللي اعطى لي 350,000، رقم مش مفيش يعني 350 و30 من 30 يعني. النادي الزمالك والله الاهلي كان هيديك 30,000 وانا خدتهم ومضيت الشيك عليهم واديتهم المنصور، و350 من الزمالك والله، وال30 كمان اللي اديهم لك الاهلي اديتهم للمنصور. فما عملت كده خلاص، احنا اتفقنا نتقابل في جزيره الورده في المنصور. ماشي. مين اللي هيتقابل بقى؟ انا معايا الله يرحمه والله مش عارف عايش ولا ميت، المهندس انور الاشقر، انا مش ناسي اساميهم، هو اللي معاه الاستغناء بتاعتي. ماشي. ومعاه. ماشي. مين اللي جاي يجيب الاستغناء مع المهندس ابراهيم المعلم؟ حلو. هو اللي جاي، هو المهندس عادل القيعي من المنصوره وجاي من طريق طنطا وجاي. ماشي. فانا رايح، انا سبحان الله تعبان، انا مش قادر، عايز اروح اقابلهم في طنطا عشان نيجي انا وهو نروح المنصوره ونقابل انا واشرف في جزيره الورد. ماشي. مفيش موبايلات ولا في حاجه، مفيش حاجه طبعا. فنروح، فالمهندس عادل القيعي قال لي ايه؟ قال لي خلي بالك هنتقابل بكره في السيد البدوي. ماشي. عند السيد البدوي. ماشي. حلوات السيد البدوي. ماشي. رحت طنطا لقيت لك طريق طنطا كله السيد البدوي. مش عارف هم فين السيد البدوي ايه، كل انت ماشي يقول لك حلوات السيد البدوي حلوات السيد البدوي. فقلت سبحان الله تيجي ازاي؟ ببص لقيتهم انا ماشي على الطريق كده وهلف وارجع تاني، انا خدت طنطا كلها وراجع بقى. ماشي. فلقيتهم راكنين سبحان الله على اليمين. ماشي. قلت له يا باشمهندس عدلي انا مشيت في طنطا كلها حلوات السيد البدوي. فقعدوا يضحكوا. فالمهم رحنا بقى قابلنا المهندس انور الاشقر. ماشي. في الوقت ده انور الاشقر لو كان قال لي ما معيش استغنى كنت هضربه خلاص. طبعًا. انا طبعًا. كنت منفجر، انت جايب اخرك طبعا. طلع الاستغنى وخدناها
ورحت بقى كملت مسيرتي في النادي الاهلي. هنبدا بقى مع بعض بعد الفاصل، هسالك عن مسيرتك في النادي الاهلي، انك رحت كمان على فرقه عمالقه وفيها اسامي ونجوم وحاجات يعني عظيمه. بعد الفاصل نعرف بقى مشوار كابتن ياسر ريان مع الاهلي ابتدى ازاي وايه اللي حصل فيه. خليكم معانا في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في بعد الفاصل، مكملين. انتوا في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مكملين كلامنا في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في وكابتن ياسر ريان في الاستاد. كابتن ياسر، بقى وصلت الاهلي وانت داخل على ضغوط وفريق عظيم وفريق كبير، كل الموضوع انه كمان انت داخل في فتره انه الزمالك واخد الدوري، فانت داخل بقى اللي هو ترجع البطولات للاهلي. مظبوط. فضغط عظيم طبعا، وانك تاخد مكانك في تشكيله فيها نجوم دي لوحدها قصه ثانيه. طبعا طبعا، انا كنت في ذهول، قعدت فتره كده حاسس ان الدنيا مش طبيعيه، في حلم حاجه طبعا. مش طبيعيه. انت بتحلم ولا اللعيبه دي مظبوط ولا انت بتشوفهم في التلفزيون؟ انا لعبت قصادهم ولعبت مع نادر المنصوره ولعبت ضد فرق كتير، بس اللي انت تبقى في الفرقه اللي هي بطل افريقيا، نجوم كتير، لعيبه تسمع عنها تشوفها، حاجات كتير طبعا. وانا صغير انا رايح النادي الاهلي وانا عندي 21 سنه ولا 20 سنه، فبرضو انا عندي ثقه ان هو جاي من بطوله العربيه في سوريا كمان، واخدين الامه. انا على فكره بعد برشلونه ما مشيتش، انا رحت مع كابتن جوهري بطوله العرب في سوريا. كنا مجموعه كده كان اسمه المنتخب الاولمبي المدعم، بالظبط، عشان كابتن جوهري خد مجموعه من المنتخب الكبير ومجموعه من المنتخب الصغير، ماشي، اللي هو المنتخب الاولمبي خد احسن مجموعه هنا احسن، وكملنا معاه ورجع يعني في ثقه، واخد بطوله عربيه طبعا، ووصل برشلونه اولمبيات، حاجات كتير كانت الحمد لله، يعني عندي انجازات بفضل الله يعني. فرجعت بقى النادي الاهلي، جه حسام وبرام في السنه دي رجعوا بقى من نوشاتل، بالظبط، او من باوك اليوناني حاجه كده، كان بره كابتن سلام، وبداوا يعملوا نعمل يتعمل فرق. طبعا السنه دي كان كابتن انور سلامه موجود، حلو، فلقيته اول تمرينه رحتها لقيت برضو مش عايز يبتدي بيا. فكابتن انور سلامه من النوع اللي هو فيه مدربين كده، في نوعيه كابتن انور سلامه من النوع اللي ممكن النهارده اقول لك وحش، بكره اقول لك اللاعب ده مفيش زيه. في ناس كده، وده عادي وجهه نظر. فلقيته انا كل مره في التمرين الاقي مش مهتم بيا. ماشي. كان مين بقى في مركزك في الاهلي في الوقت ده؟ كان كابتن اسامه عرب موجود في ناحيه الشمال، كان موجود محمد سعد الاشول، كابتن احمد سعد كان موجود. الحته دي كان ما كانش فيها حد كتير، مش فاكر، بس ما كانش فيها حد يعني حلو. فلقيته بيقول لي، وكابتن ربيع ياسين كان اعتزل في السنه دي لو انت فاكر، برضو بالزبط. انا فاكر بالظبط، فهم عايزين يجيبوا ناس في المراكز معينه. فلقيت لك الكابتن انور سلام، دخلت له غرفه الكره مدير الكره، فقلت له يا كابتن انا شايف اللي حضرتك مش مهتم بيه. قال لي انت جاي من السفر وانا مش عايز اجهدك، وانا حاسس انت مش جاي. قلت له انا كابتن لعب بطوله عربيه وقبلها اولمبيات وجاي العب، انا مش جاي اقعد ليه كات. انا قلت له بناء اللي على كتب في الاعلام، ماشي، مكتوب اللي الكابتن انور سلامه ما كانش محتاج ياسر ريان وهو ما كانش طالبه في الجرايد. فانت طبعا قلت له انت كاتب؟ قال لي لا ما قلتش الكابتن انور سلامه، هو مكتوب صرح. ماشي. انا عارف كابتن انور هو دمه خفيف برضه طبعا بالنسبه اللي بعتز بيها يعني. ماشي. فلقيت لك قال لي يعني انت جاهز؟ قلت له جاهز يا كابتن. انا كان كنا رايحين نلعب الاتحاد في اسكندريه، ماشي، كسبنا 2-0 ولعبت الماتش ده. لعبته طبعا ماتش كامل. لعبت الماتش كامل، الاعلام مصيطني، انا مش شايف ان انا كنت كويس اصلا، عادي كنت، بس عادي الإعلام، بس الاعلام قال انك كويس. الاعلام مصيطني وكسبين 2-0 ايمن شاو ومحمد رمضان، وانا ماتش بالنسبه لي عادي، ماشي، مش بس انا مش واقف على رجلي مظبوط في التيشيرت الاحمر، بس انت اللي حاسس كده، الجمهور حوالين الملعب، الناس مش حاسه، انت بس اللي حاسس. والتاني يوم لقيت لك كابتن نور سلامه واحنا راجعين في الباص بقى، كان تاني يوم احنا بناخد اجازه في مع النادي الاهلي، ماشي، فتح لي الساونا والجاكوزي والمغطس وقال لهم بص، وقال لي الله يرحمه كابتن حمدي مكرونه حدش يمشي ياسر يدلك ويعمل استشفاء كويس، عرفت اللي هو بقى اللي اهتم، وبدات الحمد لله المسيره بتاعتي تشتغل معايا، ابتدى يهتم بيك بقى خلاص اهتمام هو. في ناس كده طبعا. والسنه دي ما احنا ما برضو ما خدناش، على فكره السنه دي ما اتاخدش فيها دوري، السنه دي بتاع اعتقد ما خدناش فيها اول سنه ليه، كان الزمالك برضو بطل الدوري، وبعد كده خدنا 7 دوري ورا بعض بالظبط. دي بقى فتره مستر هاريس اعتقد، هاريس صح كده، وهولمان وتسوبل، والانجازات دي اللي حصلت بعد كده. حلو قوي. لكن انت كل ده وانت لسه ما اتفقتش على مادياتك برضو يعني؟ لا ما خلاص، انا اتنزلت خلاص عن مادياتي في النادي المنصوره، ولعبت 5 سنين من غير مقابل. 5 سنين؟ طبعا. ما خدتش ولا مليم؟ والله ما فيش غير الكابتن طارق الله يرحمه طلع لي مكافاه كده من النادي، ماشي، مكافاه زياده
زياده عن الدوري مش عارف 15 او 20 الف جنيه علشان كنت بدات عشان اتجوز بس. وطبعا انا استفدت من النادي الاهلي كتير قوي. لا طبعا على صعيد الاسم والانجازات وبتاع، بس انا بتكلم مش في الانديه الاخرى يا كريم. النادي الاهلي احنا بنستفاد من وراه كتير جدا، مش عايز اكلام وما زال ماشي. خلي بالك النادي مش تقليل في النادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير، بس احنا الحمد لله حبنا في النادي الاهلي ده حاجه مش طبيعيه. طب ليه؟ نجوميتنا وشهرتنا، واحنا بنيجي نقعد معاك دلوقتي واحنا مبطل بقالي 10 ولا 15 سنه عشان ياسر رن لاعب النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني لو ياسر رن لاعب نادي المنصوره معلش مش هيجي، خلينا برضو واضحين ان شعبي لا هي دي لازم مش على ماشي. لا انا عارف ان كلامك الكلام يعني ده منطقي طبعا. النادي الاهلي ونادي الزمالك مفيش شك، اما انت في لعيبه كتير في الاسماعيليه زي العجوز كان لو في الاهلي كان احمد الكاس لو في الاهلي لو كان كمل في الزمالك او في الاهلي كان النجومات والاهلي بالذات نجوميه الاهلي اعلى كمان من نجوميه الزمالك بكتير بكتير بكتير. طب مش تقليل في ناس بتظهر في الاعلام في الزمالك ونجوم ونادي انا يعني نادي من الانديه اللي نحترمها طبعا نادي الزمالك، بس هو ربنا سبحانه وتعالى جعلنا طبقات. فنادي الاهلي كشعبيه وكجماهيريا لازم من المتفقين اللي هو الشعبيه الكبرى في مصر. حلو ما نختلفش. حلو بس هل ده معناه ان انت وانت بتلعب في الاهلي وما بتاخدش فلوس فانت برضو حاطط انت لعيب صغير، انت دلوقتي ممكن تبقى فهمت قيمه انك لعبت في الاهلي، لكن وقتها وانت لسه صغير ما خدتش فلوس وحواليك ناس ونجوم كبار وبياخدوا فلوس وبتاع. انا مش فارق معايا، مش فارق معايا ولا فرق، انا فارق ولا فكرت فيها ولا فكرت فيها خالص. حلو. ليه؟ النادي الاهلي بعد كده استفدنا، قعدنا في احسن بيوت، قعدنا ركبنا احسن عربيات، الحمد لله معانا رصيد يخلينا مش هنقول لك بس يخلينا نعيش كويس منه، لان الناس بتحبك برضه وحب الناس ده ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنا كده. لعبت الكره كلها حاجه كويسه، انتمائك للمكان وانا كمان بحب الاهلي قوي، وحتى اولادي لما طلعوا كانوا في النادي الاهلي. حاجه هنخش على اولادك طبعا لان هم طبعا ليهم قصه كبيره. لكن دخلت مع نجوم كبيره زي ما ذكرت دلوقتي محمد رمضان وايمن شوقي وحسام ابراهيم. اجيبهم لك بص كابتن شوبير على عبد الصادق ماشي، انا اقول لك بس كابتن حماره صدقي قبل ما اعتزل برضه لحقته سنه ماشي، كابتن محمد سعد، كابتن ابراهيم حسن وحسام حسن وسام عرابي وهادي خشبه وليد صلاح، انا بكلمك في الجيل اللي انا رحت لقيت دولت موجودين. كابتن رمضان بعد كده جه ماشي، كابتن محمد رمضان، كابتن ايمن شوقي معلش يعني لو كنت بقولش الالقاب يعني لا لا عادي كابتن عبد الجليل طبعا، عمرو انور، عادل عبد الرحمن طبعا، مشير حنفي طبعا، مين تاني كتير انا مش عايز انسى، في تاني طبعا الواد فيليكس جنه مش بقول الواد معلش يعني فيليكس، وكان موجود كمان طبعا كابتن حسام حسن طبعا، مين تاني يعني انت بتتكلم في منتخب مصر، منتخب احنا كنا منتخب منتخب مصر كنا بنروح منتخب مصر بنبقى 11 او 12 واحد منتخب النادي الاهلي في الوقت ده كنا 11 او 12 واحد من النادي الاهلي. طب احكي لي بقى عن الفتره دي مع المدربين الاجانب، انت برضو تعاملت مع مدربين مصريين لحد مرحله ما وبعدين ابتدى يبقى في اجانب اكتر، التعامل الاول ما بين المصري والاجنبي ايه؟ لا بص المصري عنده العاطفه، حلو ده رقم واحد، المصري عنده الودن مسموعه قوي للجمهور، يسمع للجمهور عشان غصب عنه مصر وقاعد بياكل في مطعم بياكل صح. ما بتلعبش فلان ليه؟ فلان كان احسن ما فيش شك، اسرته نفسها بتقول له انت لعبت فلان عادي. لكن الاجنبي ما عندوش الكلام ده. المصري كمان بيحبه وبكره والله طبعا المصري بيحبه وبكره، الاجنبي لا، الاجنبي اللي انا اشتغلت معاه ما فيش حاجه اسمها يحبه وبكره يعني هارس وتصابل وهولمان لا بتكسبوا يلعبوا كفاءه بقى ما لهوش حاجه اسمها الكلام ده عندهم. لكن في مدربين اجانب برضو ممكن ما اعتقدش تستثقل دم لعيب مثلا لا لا لا, 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 لا. هو شايف وجهه نظر فنيه يلعب وما يلعبش دي حاجه ثانيه، لكن حب الكوره ده موجوده معروفه ماشي. ثاني حاجه اللعيب ممكن المدرب ممكن المصري ممكن اللعيب هو مش محتاجه ما يهتمش بيه ماشي، فعادي بره الصوره لما يبقى احتاجه. الاجنبي لا، كل ده الاجنبي بقى عنده ميزانيه، الاجنبي طبعا بيجي هنا رقم واحد الاهلي والزمالك ما ينفعش لهم مدرب مصري مش تكلم في المدرب المصري احسن لهم يبقى أحسن معاه مدرب اجنبي، ليه؟ المدرب المصري بقى الله يكون في عونه بقى زي كابتن حسام بدر لما مسك الاهلي كان في ضغوط عليه جامده جدا طبعًا. يكسب الاداء مش كويس ياخد بطوله لقيت اللي مش على طول في ضغوط، يتعادل ماتش ازاي الاهلي يتعادل، خسر ماتش يبقى مشكله اكبر يعني المدرب الاجنبي والاداره بتبقى سايباه والمصريين مش عارفين يتعاملوا معاه كمان فالموضوع بالنسبه له، بس مش اي مدير فني برضه لازم يكون سمات الشخصيه بتاعتك لازم عنده شخصيه قويه يعني طبعا. لو انت شخصيه احنا جالنا مدرب اجنبي ديكسي ده تقريبا الماني بالظبط ما نجحش ومدرب هايل بس والله كان كويس فنيا جدا لكن شخصيته مش قويه مين اللي نجح في النادي الاهلي شخصيته قويه؟
ألين هارس الانجليزي، انت عارف الانجليزي طبعا، داشن وعصبي، وكان الشغل بتاع النادي الاهلي ما بيعجبوش كنادي اهلي كاداره وكلاعيبه، بس هو كان بينفذ فكره وفكره اللي احنا بعد كده المدرب يقول لك ايه، المدرب ده اول مره لعب 4 4 2، احنا اول ناس في جيل التسعينات لعبنا 4 4 2 والله، كان اول واحد هارس. وخلي بالك ايه طريقه 4 4 2، هو انت بتعمل، انت ممكن تلعب ب 3 5 2، ممكن تلعب ب 4 3 1 2 ولا 2 3 1، في طرق كتير ماشي. لكن اللي انت تلعب 4 4 2 ازاي وتنفذها، احنا قعدنا في 6 شهور عشان تحفظوها طبعا، وكسحنا مصر يعني بلغه الكره يعني افريقيا، وبطولات كانت موجوده دوري واخدين بالطريقه مع علي نهرس 4 4 2 لها طريقه في الهجوم ولها طريقه في الدفاع. انا بشوف هنا الناس بتنفذ 4 4 2 يقول لك عشان بيلعب على الهجمه المرتده. فين الطريقه بتلعب شكلها ازاي ماشي، يعني الاحترام للسيناريو التحليلي يطلع يقول لك بيلعب ب 4 4 2، طب ايه اللي انت شفته في 4 4 2، ايه اللي انت شفته في 4 2 3 1، ايه اللي انت شفته؟ فقعدنا مع علي نهرس 6 شهور بنطبق. انا كنت بروح تمرينتين 3 تمارين في اليوم، في اليوم ليا انا لوحدي ماشي، ازاي اما الكره تبقى معايا اعمل ايه، وما الدفع تعمل ايه، وما بتروح عند نص الملعب اعمل ايه، ودوري ايه، قصه كبيره طبعا مش عايزه كلام. فانا بديك الفكر ده علي نهرس. سوبل سوبل كان بيعتمد على الضغط الامامي، حلو، الضغط من قدام، من قدام ماشي. احنا كسبنا الالمان مره في سال قرار 6-0 ماشي، اول والاتحاد السكندري اول ربع ساعه 2-0 ماشي. انا بديك ذاكره طريقه ما، بس هو معاه القماشه طبعا بالظبط، معاه لعيبه تنفذ احسن حسن ومثلا وقدامه فيليكس طبعا خلاص، وكان في نص الملعب هادي خشبه وسام عربي وياسر ريان وابراهيم حسن ووليد ووليد اغلبيه ماتشاته كان بينزل بديل عشان هو كان تغييره ناجحه بصراحه جدا، بس جدا. وليد كان مبتدي برده كان بيفرق معانا طبعا، بس هي خلاص صوره وانطباع فيه. فجيل كان قوي ومدربين يعني مدربين استفدنا منهم. حلو، وهولمان كان طريقته ايه؟ هولمان كان بيعتمد على هو هادف في طريقه لعبه، ما هوش عصبي. ليه الالمان عاملين زي عندنا جزء زي ما نقول الصعيد وجزء عندنا في القاهره ماشي، تسوبل كان واخد الجزء بتاع الصعيد اللي هو العصبي ونرفز وعايز الطريقه اللي يلعب بها ويتعصب عليك في الماتش. انا كنت انا وكابتن ابراهيم حسن بنتخانق على اللي ما يتعمل القرعه بتاعه الملعب ده ما ناخدش الشوط الاول ناحيه تسوبل بتوع عايزين تبقى انا عايز اخد عايز ابعد عنه من كتر ما هو ماسكك ياسر دافع ياسر مش عارف ياسر طب صدعك طول الماتش اللي ضرب اقول له اهدى شويه احنا بنتخانق مع كابتن ابراهيم حسن طول الماتشات ماشي، اللي ياخد الشوط الاول. في ماتش انا خرجت اول ربع ساعه في الاستاد الاسماعيلي بسبب كده طب خرجت طلبت تغيير انت اللي طلبته ما هو مش قادر هو هو على طول. فانا مره سالته وانت ليه ضغط، قال لي انا كده اما بضغطك بتطلع الغل بتاعك في اللاعب اللي قدام، بس فكر ماشي. لكن مين احسن فيهم بالنسبه لك، هارس هولمان تسوبل؟ لا تسوبل طبعا، تسوبل سوبل اقوى واحد فيهم فنيا وشخصيه وكله، بس هو جه في الاخر بدا يسمع للمصريين اللي حواليه وهو في الاداره الفنيه ماشي. يعني ما ينفعش حسام ابراهيم حسن كان يمشي من الاهلي، انا اللي بقول لك انا حضرت الواقعه كلها كامله. طب احكي لي بقى عن الواقعه دي لان انا سمعت فيها حكايات كتيره. بص احنا في السنه دي كنا هنجدد انا وحسام وابراهيم، حلو. انا يعني انا حسام ما ينفعش يتعامل كياس، انا بقول لك كمان ده راجل فيرود بيتحسب للاهداف، انا ما اتحسبش مني اهداف وهداف التاريخي للاهلي كمان وكمان لعيب هو ستار مش تقلان فينا، بس هو هداف ليه اسمه ليه سعره احنا كل واحد، ما انت مش هتجيب سيرد باك زي الهاف زي الفيرود صح. كل حد ليه تمن صح، فهم حبوا يجددوا معايا الاول انا ماشي، جم اتفقوا معايا كنت رافض بقى، انا كنت باخد ما خدتش فلوس ملالين. قلت لك كابتن ثابت الله يرحمه يعني عوضني بقى عن اللي فات، عوضوني يعني طبعًا. مش هقول لك التعويض كان 100,000 برضه يعني انت هتوصل 50 و50 من رجال الاعمال حلو. فكابتن ثابت يبعت لي المهندس عادل القيعي وانا برضه شغال على نادي الزمالك الاعلام، انا هروح الزمالك كنت انت اللي انا حابب اعمل كده، انت اللي طلعت ده يعني طلعته، واللي اقول للصحفيين واجيب المهندس هاني زاده ونقعد مع بعض يعني قعدت مع الناس، قعدت مع المهندس هاني زاده طبعا مره، بس والله. انا مش همضي طبعا، لا انا فاهم، بس انت كنت بتعمل كده عشان طبعًا. يوصل للناس يوصل في الاهلي للناس ويوصل، ومين اللي كان الله يرحمه خالد العش كان بيتعب معايا، خالد العش ده اجيبه من يجي اقول له بص انا رايح اقعد في المهندسين بس لو سمحت عشان خاطر ما تقولش لحد، وانت عارف ان هو هيقول يجي رحت قعدت مع هاني زاده وهو شايفني وانا رايح ورايح بيت المهندس هاني وقعدت معاه. الكلام ده بقى كان سنه كام تقريبا؟ سنه انا قعدت من سنه 92 من 97 ماشي 97 98 يعني ده في اواخر التسعينات ايوه ماشي. فانا مش رايح كده، بس المهندس هاني كان في انتخابات في نادي الزمالك فهو عايز ياخد بنت اليسار يجيب صفقه وانا عايز النادي الاهلي ان محرجه فالحمد لله خلصوا معايا النادي الاهلي ومضيت. فالكابتن ثابت راح الله يرحمه لكابتن صالح حلو،
قال له حسام ابراهيم بيل ودراعنا وعايزين يمضوا نادي الزمالك، وبيقولوا عايزين مش عارف 300,000 و400,000 في السنه، واحنا قال له لا لا يروح على طول. يا هي دي يروح. بص كابتن صالح حسام ما عندوش تفاهه يروحوا، ما هو موقف عبد الله السعيد زي موقف على فكره حسام. طب تعالى بس احكي لك الحكايه اللي منتشره وقول لي صح ولا غلط، انه كان في تعليمات بانه يتم التجديد لكابتن حسام بس. لا، وكابتن ابراهيم قالوا لا احنا مش كابتن حسام سنه واحده وكابتن ابراهيم مش هيجددوا له. فكابتن ثابت قال لحسام كده، فحسام قال له لا انا وابراهيم سنتين يا هنمشي. الكلام ده غير صحيح خالص، كانوا هيبقوا موجودين وكل حاجه، كل اللي كان فيه اختلاف ماديات بس. فحسام ابراهيم اتفقوا حتى ودلهم راحوا الزمالك. مين قال لك لما ما كانوا رايحين تركيا في الوقت ده؟ لا لا راحوا الزمالك على طول، كانوا هيروحوا تركيا وبعدين حصل يروح، بس هو كان حابب اللي يبقى خلاص هو انتوا عايزين مش عايزين كده. فكابتن ثابت ما عرفش يوصل الصوره هو مش حابين ليه بقى السبب. سبل ماشي، سوبل كان بدأ يعمل مشاكل مع حسام ابراهيم ماشي، فهو عايز يمشيهم كده كده. سوبل كان عايز يمشيهم حلو، وقعدنا معاهم قبل كده ومع الخواج وقال لنا كده كده ان همشيهم اخر الموسم. يعني هو كان اصلا في النيه متاخده من بدري، واتقالت لنا شخصيا ان حسام ابراهيم اخر سنه مش كان معانا. كان في لعيب اتخانق مع حسام او مع ابراهيم، شد عاديه شدت ملعب في التمرين. كان مين مش فاكر يعني؟ مين من اللعيبه والله ماشي، بس الخواجه جه واحنا بنسخن في الاحماء قال له كده كده ما تتضايقش وما تزعلش، بس هو كده كده هما اخر مش معانا اول السنه بالظبط كده ماشي. فلا الموضوع كانت ماديات مع موضوع هما النادي الاهلي في الوقت ده كابتن ثابت مش عايز برضه، هو شايف لو حسام ابراهيم مشوا هيقدر يسيطر على بيت اللعيبه. ليه؟ حسام ابراهيم هما من النوع اللي بيغيرون على نفسهم، بيحبوا الفرقه تكسب، بيحبوا يعني عندهم شويه حاجات بتفيدك ماشي. احنا كلاعيبه انا استفدت منهم كتير طبعا، استفدت منهم ازاي ما اخسرش ويبقى انا عندي تحسن. مره بيبقى يعطلنا في الاوضه من الشوطين عشان خسرنا ولا مش عارفين نكس او انت خرجت ما تقدرش تخرج ماشي، يعني مواقف الكوميديه. احنا عشان يغيروا حسام ده على فكره بتبقى يقعدوا زي الجهاز الفني يوصل لحسام في الملعب ازاي وما عايزين يخرجوه. كل واحد عايز يقول للتاني روح انت قول له. فكابتن احمد الله يرحمه، هما كل اللي انا بحكي لك عليهم كلهم بيموتوا. فالكابتن احمد ماهر بتشاوروا ازاي يخرجوا حسام من الملعب اخر خمس دقايق وكسبانين والدنيا، بس هو ما جابش جول مثلا ماشي، فهو عايز يجيب جول ومش عايز يخرج. لا هو ما ينفعش تخرجه ما ينفعش. انا اللي بقول ولا هو ولا كابتن ابراهيم، رضا عبد العال هو اللي هينزل، هنلعب بفرد واحد ورضا عبد العال اللي هينزل ماشي. فاحمد ماهر ما راحش مع رضا على الخط، هو كان احمد ماهر على ايامنا ياخد البتاع التغيير ويروح يدي البتاع عشان ماشي، فقام راح رضا خد وقت التغيير وراح ينزل ماشي. فحسام لسه هيغلط وهو بيغلط وهو جاي وبيغلط، فرد عبد العال قال له خلي بالك مش الخواجه اللي مخرجك، احمد مير اللي مخرجك. راح طلع واكله طبعا. لا حسام ما بيجي بيشتم الكل، ما بيسيبش حد، كل اللي على الدكه. بس على فكره ده مخ، بص والله العظيم طيبين قوي، بس هم عصبيين طيبين ومحترمين، بس هي عندهم حاجه ده طب دي سمات شخصيه مش هتقدر تغيرها. طب تعالى اسالك برده على حاجه انا عارفها عن كابتن حسام تحديدا، انه كان ممكن يزعل من ياسر ريان انه مثلا ما لعبلوش الاوفر، يعني مثلا انت لعبت اوفر راح لفيليكس حط جول. لا تعملها معايا، انا كنت بلعب باللعب المحله في استاد القاهره عملت اوفر، عديت من فرقه المحله وعملت اوفر اليمين كده من ورا سامع عبود ماشي، فيليكس بيدخلها وحسام بيخرجها، عارف مش عايز حسام مش عايز تدخل عشان ما تحسبش. حسام كده هو بيحب وهو بيسلم وبنحضر على بعض، انا كنت فاضي قلت له يا بيبان انت ما هي دخلت جون دخلت خلاص. لا هو انا على فكره غلبتي اهداف الكابتن حسام يعني الحمد لله، انا من ضمن الناس اللي طبعا من ضمن الناس اللي عملت له حاجات كتير. فيعني هي كان سوء تفاهم في الوقت ده، وهي وجهه نظر كانت موجوده، وجهه نظر فنيه مش ماليه ولا اداريه. ليه الماليه كانت الحمد لله رجال اعمال في النادي الاهلي في الوقت ده مغطيين، يقدروا بس بياخدوا لازم ياخدوا الضوء الاخضر من 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 حد من النادي الاهلي. طبعا. لا كابتن صالح ما يعرفش والله. كابتن صالح ما يعرفش، ما يعرفش ايه، ما يعرفش ان في رجال اعمال بتهد والله، يخافوا يقولوا له. امال ايه بقى، بيامين ولا ايه؟ لا يعني هي مثلا بتيجي بقى بصراحه كان في تيسير هواري، الحاجه تيسير هواري كان في كتير. طبعا. وفي لا اللي كانوا ظاهرين قدامنا، وفي عاطف سلام، وفي المهندس محمد جنيدي، لا في ثلاثه اربعه انا كنت احنا نعرفهم شخصيا، لكن دول من غير ما كابتن صالح يعرف ممكن يدي للعيب حاجه، يدوا وهم عارفين. بس احنا كابتن ثابت لينك بين كابتن ثابت مثلا المهندس عادل القيعي مع الحاجه تيسير، يا سران جاي لك احنا اتفقنا معاه كذا، ادي له كذا وانت طلع له كذا بس. لكن كابتن صالح ما يعرفش، ما يعرفش. لا لو عارف هيقول لك مشي، هيمشي الاداره الفنيه وهيمشيني انا كمان معاهم.
ايه ده، انا اول مره اعرف ان الاداره ما بتبقاش عارفه يعني. لا لا كابتن صالح ما يعرفش، مش الاداره. اه ما هو قصدي كابتن صالح هو الاداره يعني. لا الاداره ممكن اي حد، لكن هو ما بيبقوش يحبوا يقولوا له. هم عايزين يمشوا خلاص، ياسر ران ده خلاص اتفقتوا معاه، اتفق ما بيتكلمش في ماديات. هو عايز كل اللي يبقى موجود في النادي الاهلي منتمي للنادي الاهلي، يحب النادي الاهلي. اه لكن عشان هو كان يقول لنا احنا النادي الاهلي مش محتاج بطولات، انتوا اللي محتاجين انتوا بطولات. صح. عايزين تعملوا نفسكم اسم اعملوا، مش عايز خلاص هتمشي الباب يفوت جامد. لا هناك لا لا تمشي، ما بفش على حد. طيب بعد الفاصل هنتكلم عن حاجات تانية كتير، ندخل بقى في الحاضر. احنا اتكلمنا شوية في اللي فات، عندنا شوية حاجات كده مهمة هنتكلم فيها مع كابتن ياسر ريان ضيفنا النهاردة في الاستاد على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. خليكم معانا بعد الفاصل، راجعين. انتوا في الاستاد مع كريم خطاب على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. برحب بحضراتكم من جديد، كابتن ياسر ريان في الاستاد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. كابتن ياسر، مين احسن مدرب في الدوري دلوقتي؟ احسن مدرب في الدوري بس هو الظروف مش مساعده، مدرب الدجله تركيز جونياس اليوناني. آه بيلعب كره حلوه لكن بس مش متناسبه مع فرقه وادي دجله. فرقه وادي دجله فرقه محترمه وفرقه يعني لها باع كبير قوي في الدوري، بس والتكتيك اللي بيعمله جميل جدا، وحاجه انا بتفرج على فرقه بتلعب كوره. بس الظروف، انت بيلعب على فرقه بتصارع برضه، خلينا برضه واقعيين يعني الظروف مش مساعداه. اعتقد فرقه وادي دجله اذا قعدت مع الراجل ده السنه الجايه وموجوده في الدوري، لا الموضوع هيبقى ليهم شكل مختلف. واعتقد هيجيب صفقات تانية ولاعيبه تانية وعنده فكر وما بيزهقش منه. واداره وادي دجله كمان مساعداه. تخيل مثلا انه لما كسب اخر لقاء لي مع النجوم قال ده اوحش لقاء لي. شوف ما انا بقول لك، هو اصلا قبلها بقاله كتير ما كسبش، لكن كل مره بيطلع يشيد بالاداء وبتاع، والاداره سايباه. اه ودي ميزه، وده اللي بقوله. حتى الحمد لله عندنا اداره النادي الاهلي برضو سايبه. اعتقد اما الادارات بتسيب الناس في الاخر حاسبه. صح. حاسبه ان انت المسابقه عايزه يكمل، عايزه يمشي برضو براحتك كاداره، لكن انا ما احطوش تحت وضع انتقادات وقت ان اداره دجله حتى ما تظهرش. يعني وادي دجله كاداره بامانه ما ولا حد بيطلع يقول للراجل ده يمشي ولا هيقعد، ولا سايبين الامور طبيعيه. مين احسن لعيب في الدوري؟ احسن لعيب في الدوري حاليا يعني اعتقد اوباما من اللعيبه اللي بامانه بقاله فتره مستوى ثابت يعني، وظهر بشكل كويس مع الزمالك يعني. مين احسن مدرب مصري؟ كابتن مختار. مختار كابتن مختار. ده حقيقه مدرب خبره الحقيقه. صح صح، يعني ما ينفعش انا يعني نتائجه بتخليه بامانه برضه. انا مع المدرب نتائج. يعني انت اتكلمت مع الثاني اليوناني على اداؤه وكل حاجه. ومدرب انا بتكلم ككوتش، لكن النتائج كمدرب مصري كابتن مختار، ومدربين اللي يعني شكل انتاج الحربي ظهر بشكل محترم. فريق تقيل يعني. يعني كابتن ياسر، انت مع المدرب اللي بيقدم لك المتعه اكتر والكوره والتاكتكس وبتاع، ولا المدرب اللي بيعمل لك نتائج حتى لو شكله ممل؟ او انا بحب النتيجه يعني الاداء هيجي يعني، لكن النتيجه مش هتيجي. كنت مع كوبر؟ لا خالص خالص خالص، ما هو كان عامل لك نتائج. لا لا بس ولا يعني بقول لك ايه، انت ما تدخلنيش في حته. انا اول مره على فكره انتقد مدرب بالشكل ده. انت حتى النتائج الفرقه الثانيه كانت مساعدانا. انت بتلعب افريقيا، نهائي افريقيا مع نيجيريا، انا مش عارف احنا وصلنا اصلا ازاي. يعني بامانه ماشي يعني. لا مش من الفتره دي بامانه، ووصلنا كاس عالم بس. مش حاسس ولا بمتعه ولا بنتائج. حتى النتائج اللي انت بتعملها، حتى ادائك في الماتشات اللي كانت وده اللي بتتعمل، مش منتخب مصر. انت بتعتمد على لعيب او اتنين في المنتخب ده كله، اللعيبه واتنين مش موجودين المنتخب ده خلاص. يعني محمد صلاح مش موجود في منتخب مصر، الدنيا ما ينفعش. محمد صلاح لعيب مهم ولعيب ستار كل حاجه، مش بس انا بتكلم محمد صلاح الصاب، محمد صلاح تعب اعتذر في اسباب، على الاقل يبقى في متعه للكره شويه. ده منتخب عندي لا مصر دي كلها ما شاء الله لعيبه محترفه ولعيبه، والحمد لله الاحتراف زاد عندنا يعني. الموضوع بقى فيه، لكن ما مش مستمتعتش في الفتره، مستمتعتش ما كنتش مبسوط. طيب مين احسن مدير فني اجنبي جه مصر في السنين دي اللي فاتت دي، ولا على مدار يعني التاريخ؟ اللي اتعاملت حتى معاهم يعني. لا على مدار التاريخ بعتبره جوزيه. ده يعتبر احسن مدرب فني جه على مستوى مصر فنيا وشخصيا، وكله حتى على مستوى المنتخبات والانديه. طب واحسن مدرب انت اتعاملت معاه بقى في مشوارك؟ احسن مدرب اتعاملت معاه في مشواري كان اتكلمنا على مدرب مصري. بعتبره كابتن عصام بيجا الله يرحمه. حلو، ده اول واحد يعني حطك على الطريق. طبعا اجنبي. اجنبي بعتبر احسن مدير فني هو تسوبل بالنسبه لي. تسوبل
مع المدرسه الالمانيه عامه في مصر؟ اه طبعا مع الاهلي بالذات. اه لازم مدرسه المانيه، لازم ألمانية. لازم المانيه او الاحسن، واللي هو المدرب الفني الاسرتي ده برضو واخد اللي هي امريكا والحاجات دي برضو يمشي معانا، اللي هي المكسيك وأوروغواي والدول دي برضو. أوه. يمشي معانا والله امريكا الجنوبيه عندهم صياعه شويه. أوه. يفهم المصريين صياعه الكوره، قصدك صياعه الكوره. اه مش صياعه بشارع صياعه الكوره. اه لكن مهم ان يبقى المدير الفني باللغه الدارجه صايع كوره. اه ما لازم لازم، وخاصه مع لعيبه المصريين، مع لعيبه مصر. ليه؟ احنا بص المصريين في حاجتين فينا، سواء لعيب او مدرب. لما بيجي مدرب اجنبي يبقى شخصيته محترم. أوه. يعرف الجهاز اللي معاه كده شكرا، هيخلوه هيروح هيجي مدير فني قوي شخصيته قويه، يعرف الجهاز اللي معاه يقول له امين. اللاعب الكره برضه صايع، لما بيلاقي المدير الفني اللي موجود شخصيته قويه لا بيعملوا مليون حساب. مدرب فني، مدير فني جاي شخصيته طيب ومحترم، ودي للاسف هي برضه هي احنا عندنا شكل يعني. احنا عندنا كده يعني، يعني لو واحد اجنبي سمع الحوار بتاع ده هيضحك. أوه. بجد هيضحك. ايه اللي بيقوله ده؟ انا بقول لك انا لعيب كره وشو، لكن بره عارفين اللي ليه واللي عليه. مدرب بقى محترم، مدرب مش هو مدرب. انت عندك مدرب لازم، وبيقول لك حاجات تمشي عليها تمشي، صح؟ مش لازم يكون دمه خفيف، مش لازم يكون تنشن، ومش فاحنا احنا كمصريين احنا اللي بنغير الحاجات. أيوة. دايما. اه خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن ياسر ريان في الاستاد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. انتوا في الاستاد مع كريم خطاب على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. مكملين كلامنا في الاستاد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، وضيفي النهارده هو كابتن ياسر ريان. كابتن ياسر، خليني اسالك الاول على مستر لاسارتي، شايفه ازاي؟ والله هو طبعا هو ظروف كل ماده كانت في النادي الاهلي في تغيرات بين جهاز فني او مدير فني قديم ومدير فني جديد. اعتقد مستر كارتورين كان موجود يعني بشكل كويس، بس يعني الظروف مش مساعداه، والضغوط اللي حواليه برضو ضغوط النادي الاهلي كانت قويه، وفي ناس بعض الاعلاميين وبعض بعض جمهور ووجهه نظر اللي هو ده مش المدير الفني اللي كان يبقى موجود في النادي الاهلي. كل وجهات نظر يعني، ممكن هترجع برضو لسماته الشخصيه طبعا. فمستر لاسارتي ده اعتقد يعني مش هقدر احكم على مدير فني فتره بسيطه لضغوط الماتشات ورا بعض، لكن كنتيجه النتيجه طبعا مش مختلفين عليها، النتيجه طبعا. ماشي النادي الاهلي ماشي كويس في افريقيا ولا في بطوله الدوري، وماشي بشكل كويس جدا، وخاصة كمان في الدوري. الناس تقول لك احسن الاداء، لا انا ما بعتقدش، انا عايز النتيجه بس. شايف ان الاداء باين شغله يعني، قصدي انت لعيب كوره برضه. آه قصدي شايف لا يعني هو في تحسن. يعني انا شايف يعني في المؤشرات، المؤشرات هو بيبان، وخاصه ما بتبص على مدير فني، ما تبصش على 40 دقيقه ولا 45 دقيقه ولا 60 دقيقه، تبص ازاي بيفنش المباراه. فهو بيفنش المباراه بشكل كويس، كل الوقت اللي هو كسب فيه اغلبيه الماتشات كسب فيها، كسب بيكسب فيها في اخر 10 دقائق، في اخر ربع ساعه، وبيعمل تغييرات مؤثرة. فالحاجات دي كلها بتفرق معاه، هو كمدير فني ليه رؤية. ليه رؤية، الرؤية الفنية اللي ظاهرة حاليا يعني أنا كلام ممكن يبقى ليه بالنسبة لنا كياسر ريان مجروح شوية. ليه؟ ابني مازال برضو في النادي الأهلي، عايز أقول لو ليه عندي كومنت عليه برضو هتلاقيني برضو يعني متحفظ، متحفظ شوية. لكن بأمانة الجزء اللي أنا شايفه فيه لا في تطور منه، وقلت لك الملاحظه اللي انا شايف فيه اللي هي اخر ربع ساعه بيبان المدير الفني، وخاصه خسران ولا متعادل، صح، وعايز يغير النتيجه، دي لوحدها مش سهله، صح. ودي كان بامانه كان مع كابتن حسين بدر كان بيعملها في احيانا كتير. وده اللي انا بقوله مع ماتشات النادي الاهلي. الراجل ده بيجي وقت من الاوقات، وده اللي كان بيعمله جوزيه في النادي الاهلي في اخر 10 دقايق واخر ربع ساعه، وانا خسران ومتعادل وانا نادي الاهلي والفرقه اللي قدامي اصلا كده كده بتدافع، بلعب باتنين فيرود، صح. وده اللي حصل الماتش الاخير، كان اجاي ومروان نزلوا اخر 10 دقايق، الموضوع اتغير خلاص، كله بقى في كله بقى في 18 والفرقه الثانيه مش ولا قادره تلعب هجمه مرتده، وهم بدنيا بيبقوا خلاص انتهوا. طبعا سنفذوا يعني، فالامور كان بالنسبه لهم كانت صعبه. لكن الوقت اللي انا شايف فيه مثلا لسرت الوقت، لكن بعد مثلا موسم يخلص الفتره اللي جايه ابدا لا تحكم بقى حكم نهائي. طبعا حكم نهائي. طيب. حكم نهائي بعد اذنك، ما يجي ياخد بطوله هي الموضوع انتهى، ماشي. ما خدش بطوله هتلاقي الانتقادات تزيد. الدوري السنه دي رايح فين؟ رايح بقول لك مؤشرات، مش عشان انا اهلاوي، مؤشرات بتقول اهلي. ليه بقى؟ ليه بقى انت الفرق اللي هي بتبقى البطوله اولا نفس طويل، حلو،
النفس الطويل الوقت حاليا خلانا واقعيين بيراميدز والزمالك الوقت هم او الاهلي هم المنافسين بنفسه بعض الثلاثه بس خلاص الزمالك مفيش واهلي. لا لا مفيش حد تاني صعب بتكلم على فرق في الثلاثينات وفرق بالاربعينات في النقاط الثلاثه في مستوى تاني في مستوى تاني وفرق بتعرف تكسب ايا كان حتى لو في فرق اوقعت منهم ماتش لكن انا كنادي الزمالك النادي الاهلي ورايا وفرق وانا فرق بين الزمالك بين الاهلي حوالي 6 بونت ولا 7 بونت في الاول وخلي بالك النادي الاهلي مؤجل له ماتش او ماتشين اعتقد فالامور بالنسبه له قريبه الزمالك دلوقتي زي الاهلي بالظبط في عدد الماتشات فهم الاثنين تقريبا وفرق 4 نقط وكل ولعبوا زي بعض تمام الله ماشي الله ينور طيب الوقت انا دلوقتي ما جالي انا لاعب الطلائع وانا كسبان تقريبا ان الزمالك كان كسبان 2 وانا اتعادل والاهلي يلعب بعد بنص ساعه احنا تنزل اكسر وده اللي كان بيحصل على ايامنا برضو خلاص انت كده عرفت الزمالك بيتابع فهكسب والدخله حتى على عبد العال سمعت تصريح قال لك انا خسرت بسبب الزمالك انا سمعت تصريح ان هو اللعيبه غلت قال لك خسرت الزمالك تعادل الزمالك خلى الاهلي يكسب مكسب الزمالك كان هيتعب لعيبه الاهلي طبعا وده حقيقه طبعا بتكلم في كلام واقعي يعني اي حد فيهم بيكسب بيضغط التاني طبعًا. او بيوتر التاني الزمالك الاهلي واقع ماتش بس الاهلي فيه ميزه برضو مش عشان انتمائي او لا الاهلي فيه ميزه لما بيجوا يقع ماتش ما بقاش على طول يوم قرر منه القومه بسرعه ناس الزمالك اما بيجي يقع ماتش ولا حاجه تلاقي اللعيبه عندها نوع اللي الاهلي خلاص تقربوا لينا تلاقي الضغوط زادت عليهم انسى اقلب الصفحه تتعادلت او خسرت او طلعت من البطوله ما تركز يعني انا بشوف انتقادات قوي ودي مش ظريفه احنا لينا كجمهور كره الا الاقي مثلا الزمالك خرج من الكونفدراليه الناس تقطع فيه ايه الكلام ده تفسر بيه حاله التنشنه اللي موجوده اليومين دول مش ضريب مش حلوه ما بين الاهلي والزمالك تحديدا يعني في حاجه كده حاله كده مش عمرها مش عمرها قابلتك وانت بتلعب كوره كابتن ياسر لا ما كانش كده الموضوع ومن فتره بسيطه بس ما ظهرش غير الكلام ده بسبب السوشيال ميديا برضو خلي بالك السوشيال ميديا من ضمن الاسباب مش عايز اكلام كبير جدا طبعا. سواء في الاعلام اللي بيظهر المرئي والمسموع والحاجات دي كلها لا صح. بيحصل حاجات بتوتر الوضع ايه المشكله لما الاهلي ياخد بطوله ولا الزمالك ياخد بطوله ولا الاثنين يروحوا منهم بطولات ده ما تخسرش شجع فرقتك وانتمي ليها لكن احنا نتكلم نقول احسن الاهلي طلع من بطوله تلاقي الناس داخله على المواقع الاجتماعيه وكله بيقطع ما ينفعش لا وبتلاقي ان انت كمان مالكش علاقه يعني انت نادي مالوش علاقه بالبطوله اللي التاني خرج منها ويقعد يتكلم ويسخن برضه ما فيش مشكله انتقد بس انتقد بادب وباحترام قول وجهه نظرك قول حاجه يا سيدي حتى الفرقه التانيه تستفاد منها يعني ممكن انا واحد ينتقدني يقول ياسر مثلا بس ما تدخلش في اعراض طبعا. اتكلم انتقد انك كطريقه او لعب قول ياسر انت قليل في الكوره ماشي انا يعني يبقى حتى انت خلينا اتحسن لكن انت كله بيوصل ازاي يوقع التاني وازاي يعمل التاني لكن انت شايف انه الدوري رايح للاهلي السنه دي هيبان في ماتشات الاهلي والزمالك الماتشين لا قبل حتى عشان دي 3 بونت كده 3 بونت النادي الاهلي حتى لو خسر من الزمالك النادي الاهلي يقدر برضه ياخد بطوله الدوري ياخد الدوري بقى. لكن لا قدر الله الزمالك اذا خسر من الاهلي بالتاريخ وبيقول كده والماتشات اللي احنا عشناها بيقول كده هيبقى صعب هيبقى صعب لكن في الاول وفي الاخر برضه بامانه يعني انا بشيد ب يعني منظومه نادي الزمالك دلوقتي بامانه يعني في استقرار شويه عندهم برضه لازم نتكلم برضه شهاده حق هم الوقت بدأوا ياخدوا سياسة النادي الأهلي نسبيا يعني أنا شايف النادي الأهلي احنا عندنا بسمع حاجات كتير جدا ضد مجلس الإدارة والناس بأمانة عندنا كمجلس إدارة ما حدش بيطلع يتكلم ولا حد يطلع يرد وده سمة البطل اللي أيا كان من البرده احنا بطل النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي ده بعتبره حاجة كبيرة طبعا. زي مجلس إدارة نادي الزمالك مجلس إدارة محترم فاحنا ودولت أهلي وزمالك طبعا. لازم الإدارتين يبقوا على أعلى مستوى واتمنى اللي الشحونه حتى اللي بتطلع بسمعها ببعض المواقع برضو يعني احنا عايزين نعيش نهدي الاجواء بقى نلعب كوره يعني نتفرج على كوره بس انا اللي بستغرب له لكل شويه الاقي واحد يوم يقول لك احنا عايزين نعمل صلح بين الاهلي وزمالك ما ينفعش انا اعمل صلح انا لو راجل سياسي في الدوله او راجل مسؤول في الدوله وعايز ما ينفعش انا صالح هم لازم من جواهم هم الاثنين مثلا اي ادارتين هم لازم يتفقوا مع بعض اللي يبقى في التصالح اما الادارتين يبقوا متفاهمين مع بعض الكوره هتتفصل خاصه الاهلي والزمالك طب اهلي وزمالك يعني منتخب مصر رايك في خافير اجري واحكي لي عن رايك كمان في القائمه بتاعته لا هي وجهه نظر طبعا فنيه مع هم عارفين ايه وبيختاروا على اي هو اساس أدرى أكيد. هو اكيد انت وجهه بس نظرك بس إيه؟ طبعا في لعيبه لازم كانت تبقى موجوده في المنتخب زي مين؟ يعني اوباما ده ما ينفعش ما يبقاش في المنتخب واحد ماشي كويس عبد الله السعيد ما يبقاش مش موجود في المنتخب في بعض من لعيبه النادي الاهلي مش موجوده في المنتخب
مش واخد غير اتنين، واخد ثلاثة من الاهلي وثلاثة من الزمالك، ثلاثة من الاهلي أوه. واخد عمرو السولية، واخد محمد هاني وصلاح محسن بالظبط معايا. لا يستحقوا، هو بس صلاح محسن عشان كان فترة اللي فاتت مش ما بيلعبش ومش متواجد يعني، دي كانت غريبة شوية برضه ان هو ما بيلعبش يعني، بس هي وجهة نظر فنية بصراحة. احنا على ايام ده برضه كابتن جوهر ما كنتش بلعب ومقتنع بيا، هي اقتناع ووجهة نظر جهاز فني دي ما تقللش منه. بس ايه، بس هل مفيش اي لعيب تاني في تشكيلة الاهلي يستحق الانضمام يعني اللي موجودين حاليا؟ يعني اعتقد يعني المفروض كان لازم رمضان وحسين الشحات، هل كان لازم يتاخدوا؟ لا رمضان ممكن، رمضان ممكن لكن حسين لا. حسين مش معنى ان انا اجيب لعيب بصفقه عاليه جدا يبقى هو مجبر عليه ان انا اخده، لكن حسين مطلوب منه يعني ثقته في نفسه لازم تزيد، مطلوب منه ما يعني يبعد عن السوشيال ميديا شويه. انا اعتقد مركز معاه شويه، السوشيال ميديا لازم يقفل الفيسبوك، يقفل الانستجرام، يقفل الحاجات اللي هي كلها بتروش الناس دي عشان انا لعيب كوره، ودي انا خدتها من كابتن مجدي طلبه. ما تركزش مع اللي بيتكتب عنك. ليه؟ انت ممكن كتب عنك وحش هيهمدك، كتب عنك كلمتين كويسين هيرفعك وتبقى ابعد عنها. فخلاني انا مسكت جورنال من تقريبا من 96 او 99 والله، والله مسكت جورنال ما قريتش اي حاجه ولا بقرا اي حاجه. ايوه طبعا الموقع خلاص ده ما شاء الله ما مرش جرد بقى. بس انا يعني حتى اللي كان بيعمل لي حاجات ليا يعمل لي البومات باخدها محتفظ بقى فين وفين اما اطلع بص عليها بس كذكرى يعني. لكن ما بمسكش جورنال بقى لي، حتى ما بروح اسافر اي دوله ولا حاجه وراكب طيران ما بمسكش. بتقول له انت عارف الجرايد؟ لا مش عايز جرايد خلاص، ما انت ما فيش حاجه بعيده عن المواقع. فالامور بقول لحسين الشحات ابعد عن التواصل. لكن هو صفقه مفيده للاهلي ولا اغلى من الطبيعي؟ لا انا ما ده هو يستحق، والنادي الاهلي لما يطلب لعيب بالشكل ده يبقى هو يستحق الرقم ده، يستحق الرقم. بس انت اعرف لازم النادي الاهلي عنده ضغوط عندك انت، خلي بالك انت في ناديك او في اي نادي ممكن تكسب ماتش تخسر ماتش تعادل ماتش مفيش مشكله. مع النادي الاهلي اللي ما عندكش غير رقم واحد هو المركز الاول ماشي. يعني النادي الاهلي لو خد مركز ثاني فشلنا طبعا، ده حقيقه والله. العاب ثانيه ماشي، لكن كره القدم ما ينفعش نطلع احنا بناخد بنطلع بطوله افريقيا بناخد التاني بتبقى زعلان الناس مش عاجبها افريقيا طبعًا. اللي انت بتوصل لاعلى مرتبه في في في, في افريقيا صح. ان انت بتوصل فاينل وبتخسر مش عاجبه طبعا. تخيل بقى طبعًا. اللي انت عشان كده بقول حسين ابعد عن السوشيال ميديا، ابعد خالص تماما، ركز في الكوره، ما تقعدش في اماكن كتير، ما تظهرش، خليك من التمرين للبيت. فانا بنصحك خليك من التمرين للبيت، ما تبقاش متواجد على الساحه يعني. لكن اكتر حاجه مستغربت لها في قائمه اجري هي استبعاد اوباما. لا طبعا، ورمضان صبحي الطبيعي، رمضان اصلا لعيب كويس ولعيب كبير مش وعندك ناصر ماهر وعندك كريم ندفد. لا في ناس في لعيبه كان ممكن تخش ده طبيعي اللي يدخلوا، ناس ماشيه بمستوى ثابت مع النادي الاهلي. ازاي انا ما يبقاش متواجد مع مش متواجد في المنتخب؟ بس ممكن تكون في برضه ربط بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، خلي بالك ممكن يكون كابتشاو غريب قاعد برضه مع مستر اجير وعايز في اخذ مجموعه صغيرين برضه، اخذ عمار حمدي واخذ عبد الرحمن مجدي من الاسماعيلي واخذ مصطفى محمد، اخذ عن بعض الاسامي. ما انا بقول لك اهو يعني هي وجهات نظر ممكن يبقى في ربط بين كابتن شو والجهاز الفني في الدرجه الاولى في المنتخب الاول. خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هاخد شويه اسئله بقى سريعه جدا من كابتن ياسر ريان ضيفنا النهارده في الاستاد. خليكم معانا، انتوا في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. برحب بحضراتكم من جديد، مكملين كلامنا في الاستاد مع كابتن ياسر ريان. كابتن ياسر، واحنا بنتكلم اللينك اللي فات عن حسام وابراهيم وقصه مشيانهم من الاهلي وانتقالهم للزمالك، جبت لي سيره عبد الله السعيد، شفتها ازاي؟ قيمت الموقف ده ازاي؟ لا يعني انا طبعا كل واحد في الوقت ده انا بعتبره مش احتراف، الاحترافيه زادت شويه حاجة. يعني الانتماء قل قوي والاحتراف زاد شويه، وده ما يقلقش، ده حقه. لاعب برده شايف مستقبله وشايف اللي بعد ما يعتزل الكوره مش عايز برده يتعب، وهو شايف ليه وجهه نظر. فهو شايف كان النادي الاهلي اتاخر في حته التعاقد معاه والتفاوض معاه، والنادي الاهلي كان ليه في الوقت ده ليميت معين من الفلوس. عبد الله السعيد اتعرض عليه حاجه اكبر، يعني انا بعتبر هي كانت يعني نقطه التحول بتاعه اللعيبه كلها اللي هو وجود صلاح محسن في النادي الاهلي. بالرقم ده اعتقد يعني قلب موازين كتير قوي في كره القدم. خلينا برضو لازم نتكلم بواقعيه شويه. فعبد الله السعيد من حقه يطلب اللي هو عايزه، ومن حق النادي الاهلي برضو يقول وجهه نظره هو عايزه ولا مش عايزه صح. فالنادي الاهلي انا وجهه نظري عبد الله السعيد في الوقت اللي كان عايز يمضي في نادي الزمالك كان لازم النادي الاهلي يرحب، كان لازم يرحب، لازم يرحب. يعني زي ما كابتن صالح كان ممكن يعمل وقتها انه عايز يمشي لا ملهاش دعوه كمان ده قديم وجديد بقى. النادي الاهلي
لو اذا كان عبد الله السعيد راح نادي الزمالك ده حريه شخصيه. يعني تقصد انه لما الاهلي عرف انه عبد الله مضى في الزمالك خلاص عادي جدا؟ اه توفيق ومفيش فيها مشكله. النادي الاهلي ما احنا متعودين ما يقفش على حد، والدليل عبد الله السعيد برده ما رجعش النادي الاهلي، انت مضيته وما استفدتش منه. بس انت اتاثرت بغيابه. لا ما فيش حاجه اسمها يبقى تاثره في غيابه، دي حاجه مش كويسه فينا احنا كنادي الاهلي، يبقى في حاجه غلط. مفيش لعيب يتاثر النادي الاهلي، نادي الاهلي عمره اتاثر بلعيب. والدليل اللي احنا من اول كابتن خطيب لغايه الاجيال اللي ابو تريكه لغايه الاجيال اللي موجوده ما يتاثرش بحد. النادي الاهلي كيان طبعا، والمنظومه بتبقى في وقت تلاقي الدنيا مش مظبوطه، يبقى على طول تلاقينا بنغير المسار بتاعنا. والدليل انت بتاخد بطولات كتير قوي، ما بيقع منك بطوله سنه ماشي، لكن يقع منك بطوله مثلا دوري سنتين ثلاثه يبقى في حاجه غلط في النادي الاهلي. فانا شايف وكان ماشي عبد الله السعيد ده طبيعي جدا، خلى الامور طبيعيه. يمشي ورا نادي الزمالك، هو شاف حياته كده والنادي الاهلي. بس برضه يا كابتن ياسر، لاول مره يمكن في تاريخ الاهلي انه يتاخد منك نجمك، وعبد الله كان في وقتها نجم الاهلي الاول، يتاخد منك نجمك وهو في صفوفك، مش حتى ماشي او خلص او سافر يعني، وهو فالموضوع يمكن كان جديد على الاهلي وجديد على كل اللعيبه ان انا باخد عبد الله السعيد. لا هو ما كانش متخيل، ما انا معاك فيه، اتفق معاك طبعا فيه، بس هو النادي الاهلي فوجئ طبعا، اللي لعيب النادي الاهلي طول عمره انا اللي بمشي، مش انت اللي مش انا اللي انا ولا انا ماشي، مش انا اخطفك يعني، لاحظ التاريخ كله. هات لي لعيب يعني، انا لما جيت امشي هو اللي مشاني النادي الاهلي ماشي. خلاص انا كان نفسي اتمنى اني اقعد في النادي الاهلي حلو. بس خلاص النادي الاهلي متشكرين، او انت خلاص انت بالنسبه لي قضيت فترتك، عايز تعتزل تفضل، عايز تروح تلعب في النادي الثاني يعني، النادي الاهلي في الحته دي كويس جدا. طب تعالى نقف عند الحته دي وهنرجع تاني لموضوع عبد الله. انت اخترت انك تروح امبي بعد ما سبت لا الأهل. رحت قطر الاول، رحت قطر الاول عرضوا عليا اللي كابتن خطيب والناس عرضوا عليا في الوقت ده تعتزل، وبامانه مستر ياسين منصور قال لي عايز تعمل ماتش اعتزال وانا اتحمله لك. فانا كنت شايف ان انا كنت عايز العب شويه، لسه عايز تلعب تاني عادي، حب الكوره مش اكتر، مش عايز كلام. رحت قطر 3 شهور ورجعت امبي، كان الوزير سامح فهمي موجود في الوقت ده والراجل اهلاوي، وانا حبيت اللي انا استفاد ماديا، لان انا ما استفدتش وانا في مع النادي الاهلي قوي. يمكن الفتره اللي انا رحت قطر وامبي دي الاستفاده الماديه الكويسه بتاعتي، الثلاث شهور بتوع قطر والسنتين بتوع سنه ونص بتوع امبي، بس كده، بس دول الاستفاده الماديه اللي استفدت ليه النادي مع النادي الاهلي. بناخد بطولات وبناخد مكافات، بس ما بناخدش تعاقدات عاليه. والفلوس اللي بتكسبها في الماتشات دي فلوس يعتبر زي ما بيقولوا في اللغه نسريات بيتك، مصاريف بيتك طبعا. فمش مش دي اللي هتعمل لك الموضوع يعني. صح صح. لكن موضوع عبد الله الموضوع مختلف. النادي الاهلي كان في الوقت ده وجهه نظري انت جاي لك زمالك وروح زمالك، لكن انت احنا وقفنا الصفقه وجبنا عبد الله السعيد ومضناه وبعد كده مشيناه او خرجناه، والنادي حتى الاهلي اعتقد لغايه الوقت احنا مش عارفين ناخد الشرط الجزائي عادي، اللي احنا كبرنا احنا يعني. النادي الاهلي احنا اللي كبرنا الموضوع. وعبد الله السعيد انا ما بقولكش لعيب، لعيب كبير جدا ومن اللعيبه اللي بحبها جدا، ومن اللعيبه اللي انت بتقول متفق معاك فيها، اللاعب النادي الاهلي خسرناه لعيب مميز، وكمان هو خبراته زادت هو في الاول عبد الله السعيد مش زي ما هو كان في السنتين الاخرى مع سواء مع بيراميدز ولا مع الاهلي ولا مع منتخب مصر، لا فرق جامد جدا بامانه. بس خلاص احنا المفروض كنا من راح الزمالك روح الزمالك خلاص خلاص. عبد الله السعيد هيخسر شعبيته مع النادي الاهلي. انا بقول لك على الحاجات السلبيات اللي كانت هتقابله، اللي في اعلام اهلاوي كان هيهاجمه بعض احيانا، هتلاقي برضو يعني هيبقى عليه شويه ضغوطات، ومع نادي كمان ضغوطات نادي الزمالك نفسها هيبقى برضو الناس هيقول لك بص مازال برضو هو منتمي للنادي الاهلي، برضو هتلاقي فيه تلويش. فخلاص يعني كان الامور هتبقى كانت صعبه على عبد الله، لكن عبد الله السعيد راح طلع بره لعب في السعوديه استفاد ماديا، ربنا يزيده استفاد وعمل شكل كويس لنفسه وما عملش مشاكل هناك، والراجل رجع باحترام ورجع كمان على نادي بينافس الوقت على دوري ممتاز. فالامور بالنسبه له يعني احنا كبرنا الموضوع كاهلي من غير سبب يعني. طيب تعالى بقى، بما ان احنا بنتكلم عن اللعيبه، امتدادك في الملاعب احمد وايهاب. تمام. احمد ظهر مع الاهلي ويمكن خطوه اعارته زي ما كنت بكلم معاك كابتن ياسر ان هي اتاخرت شويه، لكن هو ابتدى يظهر كمان مع الجونه مع كابتن حماده، وابتدى يأدي وتا جمهور الاهلي كمان ياخد باله بانه اللعيب ده كان يستاهل فرصه عندنا. احكي لي كده عن رؤيتك لمشوار احمد. لا هو بص انا عند احمد وايهاب متربين في ناشئين النادي الاهلي الاثنين،
بس في اوقات من الاوقات الظروف ما تساعدش. حلو. وفي مدرب من المدربين ممكن برضو ولادك لعيب الكره بيتعبوك وانت كنت لعيب كره فبتتعب شويه وبتتعب قوي. يعني هتلاقي اي واحد ابنه لعيب كوره هتلاقيه بيتعب، ابنه فلان عشان خاطر ابوه طب يزقوه في الدرجه الاولى، ابناء عاملين دايما أبناء الكلمه البايخه دي. مش مشكله، انا طبيعي اي حد من حقه ينتقد. فاحنا بشر، في ناس بتبقى حابه الخير ليك، في ناس شايفه اللي ده كتير، في ناس شايفه اللي ده بيبقى جزء من الحقد. انا مش بقول لك حقد، احنا بشر، فينا نطلع كويس وفينا نطلع الوحش. حلو. فوجودهم كان في، يعني ايهاب واخد لعبي وستايلي، بس هو حظه يعني كان في كابتن فتحي مبروك كان برضو بيعامله وحش، وفي لعيبه لازم ما تعاملهاش وحش، وممكن يكون هو الواد مؤدب ومحترم. كان بيعامل وحش عشانك يعني ولا كان بيعامل وحش؟ هو ده ممكن ده طريقه اسلوب مدرب. ماشي. بس انت عارف كابتن فتحي، فقصدي انت عارف. انا عارفه، بس انا بقول لك يعني مش عايز اخد في دي قوي. بس يعني ايهاب طلع درجه اولى ولعب منتخب مصر مع كابتن علاء مايوب وكابتن ياسر رضوان فتره. يعني لعيب نفس ستايل سبحان الله، لعب في الترسانه هو شويه، ولعب هو الاول كان في، لا بعد ظلم الجيل ده. ظلم ليه بقى؟ الجيل ده كان مواليد 95، فاتحاد الكره مطلع قرار يتقيد في الدرجه الاولى وتقيد من حقك تقيد 5 95. طبعا مش من ضمن الناس اللي مشت من النادي الاهلي. حلو. الخمسه دولت راحوا لعب في بتروجيت مع كابتن احمد حسن. حلو. لعب شويه وفتره، طبعا جه كابتن طلعت يوسف ومعاه الكابتن محمد ابراهيم. كابتن محمد ابراهيم وطلعت يوسف، ايهاب ما رضاش يقول لهم ان انا ابن ياسر رايح، فلفت نظرهم في التمرين. ماشي. اول ما مشى احمد حسن جه طلعت يوسف ومحمد ابراهيم. حلو. فالاداري بتاع بتروجيت بيقول له انت، قال لهم انت الواد ده كويس قوي، اول تمرين الواد ده كويس قوي تسريع ولاعيب كوره، مين ده؟ قال له انت مش عارف ده؟ قال له ده ايهاب ياسر. ازيك يا ايهاب وازاي يا بابا؟ من بعدها ما شافش الكوره، ما شافش الكوره عشان ما يتقالش ان هم بيجاملوك مثلا. الله اعلم. ومن لعيب تناشئ انت، انت بتعتبره ناشئ، ما هو مشوه. طلعت يوسف كمل السنه، محمد ابراهيم طبعا الله على وجهه نظر طبعا. وتيجي تسال لك من اللعيبه المميز ويدوا له ماتشات مع بتروجيت مع طلعت يوسف، محمد ابراهيم لعب ماتشات كتير. ماشي. وهو مشوه برضه، جه في مسك راح مشى وراح الداخليه او الشرطه. لا الشرطه، الشرطه. ماشي. الشرطه مع مين؟ مع الكابتن ضياء عبد الصمد والكابتن توفيق صار. حلو. بصراحه كانوا مقتنعين بيه وعارفينه، ولعب معاهم موسم كان تقريبا في الممتاز به. ماشي. اول ما نزلوا اتحاد، لا يا رب، لا لا في الداخليه الاول، سوري الداخليه، لا في الداخليه مع ضياء عبد الصمد قبل ما قبل ما كابتن علاء. لا في الداخليه جابوه واقتنعوا ومقتنعين. جه مع علاء عبد، لعب مع ضياء ولعب مع علاء عبد العال. ماشي. برضو علاء عبد العال مشاه وقال له يا معلش انت اللاعب الوحيد اللي ظلمتك، يعني ايه ظلم؟ مش تقول له ايه عيوبك علشان حتى الواد يروح نادي تاني يبقى عارف يعمل ايه. قام رايح طبعا كلمه ابن ياسر ران دي برضو، الواد الله يكون في عونه خد صدمات كتير ابدا. انا بكلمك عليها هرجع لك لحم. فجي الكابتن علاء مشاه، جه لعب مع الشرطه بقى، نزلوا مش لاقي انا نادي اوديه، وانا مش هينفع اكلم طبعًا مدربين اقول لك ياسر ران بيلعب ابنه مجامله بالحب اشمعنى ما راحش فلان وجاي لنا مش عارف. الولاد لعب كوره كويس جدا وصعبان عليا، مش عارف اعمل له حاجه. ماشي. لقيت لك الكابتن ضياء عبد الصمد ماسك الشرطه، نزل الشرطه فلعب معه. حلو. فلعب موسم كويس جدا. ماشي. الترسانه متشارياه. ماشي. شافوه طبعا الدرجه دي للمهندس احمد سعد تقريبا رئيس نادي الترسانه، اسمه احمد سعد اعتقد. اشتراه خلصوا ب 150 الف ولا رقم كده بالنسبه للدرجه دي، ما فيش حد في الدرجه دي بيشتري لعيب. حلو. جه برده كابتن احمد كشري ماسك، اول ما جه كشري ماسك الترسانه قلت له مش هتلعب عشانك والله. انا عارف. لا في ناس اصلا، بص في ولاد لعيب الكوره وما بيبقوش عندهم مسيره اللي هو يكملوا. ليه بس انت برضو في امثله نجحت جدا، مش حازم امام ما انا لا تلاقيهم تسالهم كلهم هتلاقيهم تعبوا في حياتهم. طبعا تعبوا في الاول علشان يثبت انه لعيب كويس، وبيرجع تاني النغمه تشتغل. ما تشريف اكرام اللي هو حارس مرمى لغايه النهارده الناس، وشريف اكرام ده من احسن حراس مرمى مش في مصر، انا بقول لك هو جامد جدا بس هو نصيبه. ماشي. كشري اول ما جه لقيته بيتكلمني، لقيته هو بيتكلمني هو كشري. ماشي. ايه ازاي ايهاب ده يلعب في الدرجه دي؟ ايهاب ده لازم يلعب دوري ممتاز سيبهولي. قلت خير، يمكن ما كان في الناشئين وعارف. ماشي. ماشي. ما ارفعش انا التليفون على حد، قال لي خلاص لما ارفع التليفون علشان بس اعرف لو الولاد في حاجه افهم، ما لعب كوره. فاهم. ايهاب ده منهور في دمنهور اعاره، ما رضوش يمشوه، مشاه. قال المراسل قال يطلع، انا مش محتاج ايهاب، انا عندي في المركز بتاعه كتير قوي، من واحد بيقول لك ازاي يلعب في الدرجه دي ومن واحد يطلع هو بيلعب زيك باك شمال، باك شمال وباك رايت وهف وسريع ما شاء الله يطلع نفس صلاح احمد يعني. ماشي. هو الوقت ده منهور. حلو. وربنا يكرمه ان شاء الله ويكون لهم في باذن الله يطلعوا ان شاء الله. احمد بقى
يعني احمد اتظلم في الاهلي في المره الاولانيه؟ لا احمد ما اتظلمش خالص في النادي الاهلي، وتعب في الناشئين حلو، لكن اتظلم مع فريق الاول. في ناس في وجهه نظر بيقول لك كابتن حسام بدري، كان ممكن ينزله في اوقات احسن. هقول لك على حاجه، هو انا اتعامل معايا حديث مع سوبر كوره من 3 4 ايام، هم كتبت بشكل مش ما انا ما ينفعش اقوله ماشي. انا اصلا ما ينفعش، هي اتقالت كلمه اللي كابتن حسام البدر ظلم ابني في النادي دي مش ظريفه ماشي. لكن انا كنت بقول التوقيت نفسه اللي كابتن حسام اداه لاحمد ولاعيبه ثانيه بيبقى توقيت ممكن اقول وجهه نظر وكلنا متفقين ان هي مش مناسب ده مهما كانش، بس هو ثقته في احمد كانت عاليه، وهو على فكره كان بيوصلني كتير قوي اللي كابتن حسام البدر مقتنع باحمد، والدليل اللي هو كان بينزله في ماتشات صعبه جدا ممكن من جواه حس لاحمد ممكن يخلص الماتش ده ماشي. هي ثقه بس في نفس الوقت هي مجازفه طبعا. فلا احمد ممكن تعب في الناشئين، احمد كان في مدرب من المدربين في الناشئين كان بيشتموا ابوه ببابا ومامته ويعرفك كويس. ها بقول لك صاحبي صاحبك وكان بيشتمه واروح، بس هو جاهل ما هو خلي بالك مش جاهل في العلم طيب. انت ممكن جاهل في التعامل، في يعني التعامل بمعنى صح طبعا. ف لدرجه انا كنت ساعتها وقتها كمان في القطاع شغال والله، وكابتن محمد عامر كان موجود شخصيه محترمه جدا كابتن عام، فجاب المدرب قال له يا ابني انت ابن واحد زميل هو ما بقولكش لعبه وبقول لك عامل الواد كويس ما تشتموش ما تقلش ادبك عليه. فكان بس احمد قال لي استفدت منه استفدت منه، تخيل مدرب يعادك احتياطي وينزلك اخر 10 دقايق في الشوط الثاني ويرجع يغيرك اخر دقيقتين يغيرك تاني انت يخرج تاني والله اه والله. فاحمد كان قلت له استحمل كره كده، في مدرب ممكن يكون مقتنع بمدرب مش عارف ايه مدرب. فقلت له حتى بقول لاحمد حاجتين، ابي انت قال لي انا اتعلمت منه قلت له طب لو انت قابلته في الشارع هتسلم؟ قال لا مش سلم عليه بس برضه استفدت منه، استفدت منه ان انا ازاي اغل ازاي اما مدرب يكون مش يدوس فانت كنت مع اعاره احمد؟ لا قعدت فتره مش مع الاعاره، كل سنه يجي له اعاره وانا ارفض، كل سنه يجي كل سنه وكابتن حسام بدري ياكد كمان عليا معايا ما يطلب السنه فاتت جاله سموحه وقال له الاتحاد وعلى يده وكلموني الوكلاء وكلموني اقول له والله دي بتاعت كابتن حسام عشان انا مش حابب اصلا. ليه بقى ما كنتش حابب يا كابتن؟ انا شايف اللي احمد فرود النادي الاهلي كان لازم ياخد وقت في النادي الاهلي وياخد فرصه جيده في النادي الاهلي طبعا. ما خدهاش لسه لظروف ما، بقى عنده بقى فراوده كتير، عنده حكايات، عنده اي حاجه طبعا ماشي. انا شايف حاجه بس التوقيت مش صح. فكابتن بتوع الاتحاد لما كلموني والسموحه كنت انا رافض. السنه اللي فاتت دي برضو جاله الجون، قعدت مع وكيله اللي هو نادر شوقي، وكيل احمد نادر وكيل فكلمت قعدت معاه مع كابتن نادر قلت له انا عايز، انا بحب موضوع ابقى مع وكيل محترم. نادر الحقيقه من اكتر الناس المحترمه، ما انا بقول لك انا عايز واحد نادر محترم. انا مش غاوي، بس احمد كان الحمد لله مسبق يعني احمد هدف في على مستوى الناشئين لا يعني عارف يعني. صلاح محسن واحمد ريان لو جبت دوري القاهره اللي ما هما الفريق انبي والاهلي احمد هدف القاهره 38 و9 ادخل على لا على انا عارف بس هو كان يعني قصه صلاح لها هدف ما، النادي الاهلي عايز يجيب لعيب ايا كان فكانت احمد هدف فريقه على طول، فما طلعوه صعدوه من اول مع كابتن حسام بدر كل الماتشات الوديه في الدرجه الاولى احمد هداف الدوري الماتشات الوديه كلها في مش عارف مين جاب جون واثنين وثلاثه فماشي كويس وهم مقتنعين فكل ما يجي له عرى ما جه بقى قعدت مع كابتن نادر شوقي قلت له انا حابب احمد يبقى معاك بس انا عشان خاطري احمد عايزه يلعب بره مصر انا شايف كده. قال لي لا انا ما اقدرش اوعدك احمد ما بيلعبش في النادي الاهلي وما خدش ماتشات. قلت له بس عندك ماتشات ناشئين موجود والماتشات الدرجه الاولى الوديه مذاعه في قناه القناه من القنوات الاعلاميه فخليه معاك. قال لي طب انا بص يا كابتن انا هخليه معايا. قعد يتكلم مع احمد بقى، هو ليه دماغ نادر وعايز يعرف حياه احمد وعايش ازاي وايه اللي في دماغه وفكره، في نادر صعب ياخد اي لعيب يبقى معاه كده. ده حقيقه بكلمك بامان. قال لي انا ماليش دعوه بالمجال الوكاله دولت، انا معايا 3 4 لعيبه بتعامل معاهم وبعيشوا حياته كلها صح. فقلت له خلاص مضيت لاحمر وما سالتش والله ولا اعرف احمد بياخد ايه ولا بيتعامل معاه في ايه وانا مع كده مع ولادي. لكن اتكلمت مع كابتن حماده او هو اتكلم معاك؟ حسام غالي هو اتكلم ولا اتكلمت معاه خالص؟ احمد هو اللي خلص الموضوع خالص. انا فوجئت هو في الجونه اصلا، بس سعيد باللي بيقدمه هناك طبعا، وهو سعيد بوجوده في الجونه طبعا. واضح يعني واضح ان هو مستمتع بفكره ان هو موجود مع فرقه كويسه، مدرب محترم طبعا طبعا. لا انا حته الجونه يعني احمد بص جاله السنه دي سموحه الاتحاد
النجوم الطلائع دول كلموني. اه يعني مش هقول لك انا سمعت فيه. او حد قال فيه. دول كلمونا شخصيا طبعا الجونه. مين تاني؟ لا في فرقه كمان او فرقتين كانوا عايزينه كمان. ماشي. بس انا اسالك سؤالين قبل الفاصل. اول حاجه قلت لي ان موضوع الاحتراف والقصه والحكايه لو كان الاهلي استغنى عن احمد مش اعاره، هل كنت بالنسبه لك عادي انه يلعب في الزمالك؟ لا لا طبعا لا ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لا انا لا يلعب في اي نادي مش تقليم برضه في نادي الزمالك ما ينفعش. يعني ينفع حازم امام يلعب في الاهلي لو الاهلي مشاه؟ ما اعتقدش. او الاهلي يعني. مشاه لا صعب. لا ما اعتقدش دي تمشي ابدا. ولا شريف اكرام ينفع كان يلعب في الـ في الـ في الزمالك؟ ما ينفعش صعب. احنا انا حاسبك يا راجل اهلاوي فاهم. ما ينفعش. ماشي. بس حسام وابراهيم لعبوا في الزمالك. هي كل واحد له وجهه نظر. انا كاسر انا اعتبر عشت انا لعبت مع النادي الاهلي 10 سنين. اه وطلع يعني انا جاي لهم لعيب اعتبر من ناشئين بالنادي الاهلي اخر سنه. ماشي. وعضيت العمر ده واولاده كل عمرهم متربين في النادي الاهلي. فصعب ان احمد يلعب في الزمالك. وانا عارف حياتي في النادي الاهلي. لكن نادي الزمالك نادي كبير واي لاعب يتمنى فيه يتمنى. بس كل الانديه الوقت ما لقى احمد يمشي من الاهلي او كان ايهاب يمشي من الاهلي انا الانديه كلها الماتشات كلها مذاعه. فاهم. يعني مش هيبقى. لكن بالنسبه لك لو كان حصل استغنى من الاهلي وجاله عرض الزمالك كنت بس انا ما كانش عندي اقول احمد يمشي من الاهلي لو حصل. لو انا بفترض معاك يعني بفترض معاك لو حصل انه جه اخر السنه الاهلي قال لك لا والله انا مش محتاج احمد انا عندي 16 فرود بتعمل ايه؟ لا خلاص عندي الانديه خلاص في العروض الحمد لله. لكن انا قلت لك زمالك لا 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 صح. لا. لا لا طب بيراميدز؟ لا بيراميدز يبقى فيه كلام طبعا. بيراميدز يبقى فيه كلام طبعا. طب مفيش يعني احسن بص الخلاف اللي موجود في الادارات ملهاش دعوه بالخلاف اللعيبه والاداره الفنيه دي خلاف وجهات نظر. ماشي. اداره الاهلي لها وجهه نظر في حاجه معينه، اداره بيراميدز لهم حاجه معينه. ما ندخلش اللعيبه في الموضوع ده. فاهم. ندخل ولا حتى دخل اداره فنيه. ماشي. انا ادخل الادارتين وهيجي وقت من الاوقات وافتكر ده كويس هيحصل تصالح ويحصل كل حاجه وجهات نظر احسن بتتغير وترجع تاني. فاهم. لكن بيراميدز لا ما اعتقدش يبقى فيها مشكله يعني بالنسبه لك لا الزمالك لكن بيراميدز ممكن. ممكن. حلو قوي. خلينا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نكمل كلامنا مع كابتن ياسر ريان في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انتوا في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. برحب بحضراتكم من جديد واسئله سريعه بقى الكابتن ياسر ريان باجابات سريعه في اخر كلامنا. كابتن ياسر احسن لعيب لعب جنبك في الاهلي مين؟ حسام عرابي. احسن مهاجم لعب قدامك مين؟ حسام حسن. اكتر مدافع كان كنت بتتضايق وهو بيلعب عليك؟ احمد قناوي في الاسماعيلي. اتقل ماتش في السنه بالنسبه لك؟ اهلي وزمالك. احلى ماتش ليك انت؟ برضو اهلي وزمالك. كان انهي واحد؟ 2-1 اللي انا عملت الاوفر لكابتن حسام حسن فيه. اللي انا عملت كره ناحيه اليمين عمرو فهمي كلهم كانوا بيجروا ورايا يعني بسرعه يعني. مين خلفتك في الملاعب؟ يعني اعتقد ان وليد سليمان قريب من طريقه لعب بس هو اشول اشول بس هو قريب من طريقه لعب وستايل. ايهاب كمان ياسر ريان خلفتك؟ لا يعني اتمنى ان شاء الله يعني بس ظروف ما تساعده بس ان شاء الله. اوحش مدرب اتعاملت معاه في حياتك؟ لا ما يعني ما فيش حد بامانه بعينه. ما حدش كرهك في الكوره؟ لا 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 خالص. لا الحمد لله انا علاقتي كانت انا ما بحب انا حتى لما بدي في مدرب ما بقتنعش بيا بحاول انا اخليه يقتنع بيا ودي بتبقى وجهات نظر لكن ما فيش حد اتعاملت معاه او شايل منه حتى. طيب تعالى بقى اسالك على اسم وقول لي كلمه ليه او رايك فيه او اي حاجه. كابتن صالح سليم. لا ده رمز من رموز النادي الاهلي. كابتن ثابت البطل. انت هو اسمه ثابت البطل يعني ده مساء الله يرحمه يعني الله يرحمه من الناس النموذج محترم للنادي الاهلي وكان مدير كره ناجح. كابتن محمود الجهري. ده يعتبر ابويا مش ابويا الواحد ابو جيل التسعينات كله طبعا. كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب انا عشقت النادي الاهلي وحبيت النادي الاهلي عشان كابتن محمود الخطيب. كنت بطلع وانا صغير بحاول اقلده في الماتشات بتاعته وانا صغير في الشارع فمن الناس اللي بحبها كده بعشقها في كره القدم. حسام حسن. حسام حسن يعني بعتبره اللي هو الظلم في النادي الاهلي يعني مشوا من النادي الاهلي ما كنتش انا حابه انا كياسر ريان يعني. ابراهيم حسن. برضه نفس اللي اتقال على حسام اتقال على ابراهيم. وليد صلاح الدين. وليد صلاح الدين يعني من اللعيبه الموهوبه اللي انا بعتبره من اللعيبه الموهوبه وما حدش يحس بوليد غير اللي لعب جنب وليد. احمد الكاس. احمد الكاس كانت نجومته لو كان جه النادي الاهلي اعتقد كان الامور كانت اختلفت جامد جدا عشان هو برضه
من اللعيبه اللي لها تراث تاني خالص، من اللعيبه المميزه جدا، وما اعتبرش هو خد حقه في كره القدم بامانه يعني. يعني اعتقد لو كان في النادي الاهلي كان اموره اختلفت يعني قوي. احمد شوبير، يا كابتن احمد شوبير، يعني احنا انا بتكلم عليه، انا استفدت منه كحارس مرمى، شخصيه القائد، عنده سمات شخصيه قويه جدا، ازاي كان يعني من الناس اللي احنا كان بيعرف ازاي يلم لعبت الجيل النادي الاهلي في السنه. محمد بركات، محمد بركات ده يعني انا ما عشرتوش يعني ما فيش احتكاك بينه وبينه كتير قوي، بس من اللعيبه اللي هي يعني عملت اسم كويس قوي في النادي الاهلي. ابو تريكا، ابو تريكا اثر في حق نفسه ازاي؟ لازم ابو تريكا كان لازم يعرف ان احنا مصر ما لناش، احنا كرياضيين ما لناش انتماءات سياسيه، احنا بنحب بلدنا ونحب مصر ونمشي مع مصر، واحنا كل المفروض انا كابو تريكا، انا الراجل الشرعي لازم يحبني والراجل السياسي لازم يحبني والفني يحبني، كل المجالات كان لازم يحبني، فما تخسرش ناس كتير قوي، وخليك برضو ترجع تاني اللي انت تخلي الدوله تكرمك تكريم تليق بيك. حازم امام، حازم امام من الناس المحترمين جدا في المجال، وناس عمل بصمه كويسه قوي بعد ما اعتزل الكوره، علق اسمه كويس قوي سواء في الاعلام او في اداره الكوره، وهو واخد جنب لوحده يعني، وده نجاح في حق ذاته يعني. محمد صلاح، محمد صلاح ده رمزي، زي ما اتكلمنا على كابتن صلاح، ده رمزي لمصر، وبعتبره من احسن لعيبه جت في تاريخ الكره المصريه، واعتقد هو رقم واحد دلوقتي. انت بتتكلم على لعيب بقى نموذج مشرف يعني بكفاية اسم مصر بيتقال في كل مكان. شيكابالا، لا ده اثر في حق نفسه. شيكابالا، انا شيكابالا ده المفروض كان من اللعيبه اللي هي يعني تحافظ على نفسها، عنده اكتر من كده واحسن من كده بكتير، بس هو انتاجه اللي عمله مع نفسه اعتقد ما يزيدش عن 2-3%. بينطبق عليه كلام اللي قلته على كابتن احمد الكاس، انه لو راح الاهلي كان بقى حاجه تانية؟ لا، ما شخصيه شيكابالا ما تمشيش في الاهلي خالص. لا ما يمشيش. لا ليه بقى؟ هيتعب هو. هيتعب اللي انا بشوفه واللي انا اللي قدامي في السوشيال ميديا. لا، كاس نادي اهلي شيكابالا لا، واعتقد كمان هو حتى نادي الزمالك ساعده كتير وهو ما ساعدش نفسه. حسام غالي، ده كابتن، ده من اللعيبه اللي المحترمين جدا سواء كان بيلعب، بس هو كان يعني هو موجود في النادي الاهلي، هو حسام لازم يحاول يعني في بعض المواقف لازم يبقى يكون هادي فيها، عشان برضو انا عارف دي بتبقى برضو سمات شخصيه بتبقى جوه الانسان، بس لازم يعني انا اعتقد ان شاء الله حسام غالي يبقى له دور كبير في النادي الفتره اللي جايه. لو قلت لك احسن حارس مرمى في تاريخ مصر ككره، ما احنا ككره، لا ككره لازم يبقى حسام الحضري. احسن لعيب في تاريخ مصر الخطيب. الخطيب، طبعا مهما رحت ومهما جيت ما ينفعش. في لعيب يبقى هداف، في لعيب يبقى مميز، في لعيب بيبقى الجيل ده قوي، لكن الخطيب ما حدش يختلف عليه. لا طبعا ما حدش يختلف عليه، على لكن قصدي فكره انه صلاح وصل لحته ثانيه خالص. لا انا قلت لك صلاح ككوره، انا بتكلم ككوره. ككوره الخطيب ما فيش زيه. لا لا لا، خطيب حاجه ثانيه خالص، ستايله وطريقته وحبه ده، لكن انجازات لا نقول صلاح. لكن ككوره انت بتقول احسن لعيب في تاريخ مصر الخطيب، وفي تاريخ افريقيا، واحسن مدرب في تاريخ مصر الجوهري. ويجي بعديه كابتن حسن شحاته بانجازاته. طبعا كابتن ياسر، انا بشكرك جدا على وجودك معايا، الحقيقه حديث كله صراحه وكله ما فكرتش قبل ما تتكلم، واتبسطت جدا في الكلام معاك. بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، واشوفك باذن الله باذن الله في الجهاز الفني النادي الاهلي قريب جدا ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن ياسر ريان. دي كانت حلقتنا النهارده مع واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن ياسر ريان. بكره ان شاء الله الاعاده الساعه 1 الظهر على نجومه في ام تي في، يوم السبت كمان الاعاده على نجومه في ام تي في الساعه 11 بالليل، والاثنين اللي جايه قبل دلوقتي بساعتين نبقى معاكم على الهواء مباشره على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. خليكم دايما معانا على نجومه في ام. تصبحوا على خير. نجوم اف ام، كنتم مع في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.